بكم في برنامج مازال الحال على قناة الجزائرية وان. اليوم الخميس 8 نوفمبر قاعدين معكم حتى 12 تاع الليل. البرنامج تاع اليوم فيه ضيوف ايضا صحفيين. اليوم العدد راح يكون الثاني في شهر نوفمبر وراح يكون بدون الصحفيين ديالو. علاش راح نشوفوا فيما بعد وعلاش ما راحش يكونوا هنا؟ لكن لي رومبلاسون واللي جبناهم في الاحتياط، حنا دائما نحبوا الاحتياط ما نحبوش الاساسيين لانه الاساسيين من ذاك يزلقوا شويه في ليكيسيون. الاحتياط كاين سامية بالقاضي. نعم سامية بالقاضي، تحية كبيرة سامية بالقاضي رئيس تحرير برنامج مازال الحال. سامية مشاركي. مساء الخير يونس، مساء الخير الجمهور الكريم. بس الحمد لله. صافي كوا كي تبداي البرنامج في لاريجي وكي تبدا البرنامج داخل انا فوا سي تو دغول هنايا واحد اخرى لو دوزيام رون بلاصون. لو دوزيام رون بلاصون معنا الهادي بن حمله. مرحبا بك. اللي ما يعرفش الهادي بن حمله، الهادي بن حمله هو رئيس تحرير قناه الجزائر يوان. يا اخي ماشي قناه واحد اخرى، يوان بياسر. جزائر يوان. هذا اول دور لك على الشاشه الهادي بن حمله، مرحبا بك. الله يسلمك. مساء الخير مشاهدينا ومساء الخير بالضيوف الكرام. اعطيك طاعه الهادي. لا سيربريز تاعنا اليوم كنت طالبتوا بها وقلت وراهي تنهينان تنهينان تنهينان، ايبا اليوم جبنا لكم تنهينان. فوالا تنهينا مساء الخير. مساء الخير. مشاركين لاباس لاباس. مرحبا بكم، مرحبا بكم لي زانفيتي تاعنا. تنهينا. وي. كنت معنا في الموسم الاول، الموسم الثاني تم استدعائك لمهام اخرى لانك راكي في مشروع اخر. راح نعرفوا كاش نهار هذا المشروع واش. وظيفي شفاش ان شاء الله. دو روفنيغ مازال الحال. سا ما مونكي، جيت نزور اي جيسبيغ كو سا سباسرا بيان. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دوكا كنت تقولوا وراه عبد اللطيف بالقايم وراه يزهر شنوف ولا وراه محمد سيدمو. بون نبدا بمحمد سيدمو. محمد سيدمو مازالوا في الولايات المتحده الامريكيه وهذا الخطار راهو في نيويورك، دونك بعت لنا فيديو نشوفوا محمد سيدمو. اهلا يونس، اهلا بك بالمشاهدين الكرام بالكرونيكر تاعنا بالضيوف. اليوم حصه مازال الحال راهي في نيويورك العاصمة المالية نقدر نقول الولايات المتحدة الأمريكية. هنا توجد كبرى الشركات العالمية، توجد مقرات أيضا يعني الشركات والعلامات الكبرى. نحن في يوم الانتخابات الأمريكية، يعني هناك أيضا لافتات تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات التي أصبح فيها الرئيس ترامب مهدد يعني بأنه يخسر هذه الانتخابات. كما راكم تشوفوا محمد سيدمو راهو قلبها حزب جمهوري في امريكا، راهو جايبها ان توكا. صح سيفري عنده الحق، انتخابات في امريكا والريزولتا انه الحزب الجمهوري خسر العديد من المقاعد في مجلس النواب في امريكا. تجديد النصفي. دونك عبد اللطيف بالقايم وراه عبد اللطيف. عبد اللطيف راهو في الطرف الاخر من الكره الارضيه، راهو في كوريا الجنوبيه. نعم عبد اللطيف راهو في كوريا الجنوبيه، نشوفوا بعت لنا فيديو من كوريا. مساء الخير فريق مازال الحال، مساء الخير لكرونيكر جد اللي جيتوا في بلاصتنا راكم تحفرونا. مساء الخير الجمهور الكريم. راك تشوف يونس راني في كوريا الجنوبيه، ربي كتب لنا باش نروحوا ونزوروا هذا البلد العظيم. راني في جزيره بوسان ورانا رايحين لجزيره جونجو. ما عندي ما نحكي لك على كوريا الجنوبيه، بلد رائع، لا مجال للمقارنه بين الجزائر وكوريا الجنوبيه لاننا نصيب فقط اننا ربحناهم في 2014 ولا احنا نفتخروا باللي ربحنا الالمان في 82 بيسكو صالنا كان والو. عبد اللطيف القايم بصحتك. وعبد اللطيف راح يرجع هذا الاسبوع، دونك السمانه الجايه راح يكون معنا عبد اللطيف القايم ومحمد سيدمو. اما زهور شنوف ما راحش تكون معنا للاسف في برنامج مازال الحال لانه كان لها ظروف مهنيه اخرى وبالتالي راح نقصروا معاها فيما بعد. واحد بعت لنا فيديو ان شاء الله عن قريب نبداو احنا برنامجنا ساميه الهادي بالحمله والتنينان. ونبداو بالضيف الاول مشاهدينا الكرام. الضيف الاول هي في نفس الوقت صحفيه روائيه ونائب بالبرلمان، كانت على راس جريده لا ناسيون
في سنة 97 تحصلت على جائزة ساخاروف لمدى الاتحاد الأوروبي كل عام للمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير في العالم. اليوم راهي معنا في مازال الحال، تحية كبيرة ولأول مرة في طوكشو سياسي جزائري السيدة سليمة غزالي. مدام مرحبا بك، شكرا على حضورك، تحياتنا، تفضلي. الضيف الثاني مشاهدينا الاعزاء هو امام ودكتور في الاقتصاد، هو من مواليد 6 اوت 1973 واليوم عنده صدى كبير خاصه بسبب التصريحات والارقام الاقتصاديه والتحاليل اللي مدها في المجال الاقتصادي، وجه اعلامي معروف ايضا. اليوم راه معنا في مازال الحال، تحيه كبيره كبيره للدكتور فارس مزدور. على حضورك، راك معنا في برنامج مازال الحال. الضيف الثالث في بكل بساطة هي عنوان الجمال لسنة 2018 في مازال الحال، ما كاش غير الهم والسياسة والمشاكل، كاين تاني مرات وين نستضيفوا شخصيات هكذا على غير العادة يكونوا شابين. اليوم هذا ما يعنيش بأنه ما كوش شابين هنا في البلاطو ولا اللي راكم على هنا. اليوم راهي معنا سيداتي ونسي سادتي ملكة جمال الجزائر لسنة 2018 نهاد مراكرية. مرحبا بك في برنامج الله ينورك. بارك الله فيك، الله يرضى عليك ان شاء الله. يعطيك الصحة، ان شاء الله تكون جلسة طيبة ان شاء الله. وحكمناها كانت وجو نعيطوا والله خليها من بعد. هيا معك نحكوا عليها. ومعنا السيدة سليمة غزالي، مرحبا بك سيدة سليمة غزالي، بعد محاولات متكررة باش تكوني معنا في برنامج مازال الحال، الحمد لله توفرت الفرصة باش راكي معنا اليوم. شحال فترة وحنا نحاولوا باش تحضر معنا السيدة. صابرينال دايما صابرينال. نقول 7 شهور 8 شهور من سيزون كيك سوس كونسا. هذه احنا لي زانفيتي الملاح دائما نشقاو عليهم ودائما نصبروا باش يكونوا معنا. السيده سليمة غزالي يلا هي معنا اليوم. فقط قبل ما نبدا ساميه بالقاضي، هذه بالحملات انهنان، الاسبوع تاعكم كيفاش كان اعلاميا سياسيا؟ امور الاحداث مهنيا، حاولوا نلحقوا الاحداث لانها متسارعه على المستوى الوطني والعالمي. هذه اخبار ما تخلصش، كل يوم كاين جديد. هنا انا جوزتو معاك الاسبوع، جوزنا كيف كيف جوزنا كيف كيف الاسبوع شنو ببانيي والله العظيم سترك شوف جوزنا كيف كيف نجرو ثاني تمر الاحداث احداث ديفيرونت ان تي بو مي فوالا اللي ضرر انا نخدموا في مشروع معين وبالتالي نتلاقاو بزاف فوالا دونك يعطيك يعطيكم الصحة. راح نبداو البرنامج تاعنا بالضيف تاعنا الاول سليمة غزالي. سيدة سليمة غزالي لو تفضلي معايا هنا في الكرسي باش نبداو الحوار معك. جيبل ونرجعو. سيدة غزالي مرحبا بك، خليني في البداية قالك ربما الجيل اللي ما يعرفكش تاع اليوم، خليني نحكي شوية شكون هي سليمة غزالي إذا سمحتي لي. تفضل. وصحي لي إذا غلط. طبعا. بين 83 و90 كنت نقابية وأستاذة في الثانوي، سنة 1990 أسستي مجلة نيسا مجلة نيسا، في سنة 93 انضميتي لجريدة لا ناسيون، 94 وليتي مديرة نشر جريدة لا ناسيون. كتبتي في لو مون ديبلوماتيك، كتبتي في لو سوار دو بروكسل، كتبتي في البايس، كتبتي في جريده لافانغوارديا جريده ايطاليه؟ لا من برشلونه. جريده اسبانيه. ومنذ سنه 2000 كانت سيده غزالي مستشاره سياسيه للراحل حسين ايت حمد، عندها العديد من الروايات، عندها رواية لي زاموند وشهرزاد، عشاق شهرزاد، أيضا درتي كتاب الحلم الجزائري لو غاف الجيريان اللي كانت فيه مجموعة من كتاباتك بين 93 و 96، والأهم جاب لي ربي من كل هذا أنك كنت أيضا عضو مؤسس لجمعية حقوق النساء بين 89 و 91.
وعلاه اهم؟ لانه هذا محور نضالاتك. لا سيدة لا، المحور هو النضال. نضال في كل الميادين، كل الميادين. اليوم سيدة سليمة غزالي، خليني نبدا لك بلاكتواليتي. تطرح في الساحة قضية إقصاء سيدة سليمة غزالي من جبهة القوى الاشتراكية، ممكن توضيح حول هذه النقطة؟ التوضيح لا، باش الأمور تكون واضحة لازم تكون واضحة بالنسبة للمشاركين هما في حد ذاتهم. من بين الأمور اللي ماشية في بلادنا، ممكن مستحيل تفهم واش راه صاري في الأحزاب السياسية أيا كانت. نعم. وإن الأفافاس عنده تاريخ خاص ومرتبة خاصة في الساحة السياسية الجزائرية، ما زالت عنده هذا التاريخ تاعه، ما تقدرش تنحيه له. نعم. وإنما الكل سواء الأحزاب السياسية أم باقي المؤسسات يتأثر من المحيط العام تاع البلاد، من البيئة يعني. والبيئة العامة تاع البلاد ممكن ما تقدرش تفهمها إلا حسب المقولة الشعبية أن نعم. الركبة مايلة. كي تكون الركبة مايلة حتى تفهيم وتتكلم عن الأحداث يولي صعب. نعم. لأن المجال تاع الحرية ونتاع المعرفة ونتاع الصدق ماهيش موجودة. نعم. إذا نقدر نقول لكم هما عندهم الحق، أنا ما عنديش الحق، أنا عندي الحق، هما عندهم الحق. ما ينفعش. مش تشانل القرار مجحف في حقك أنت اللي مديت الكثير لجبهة القوى الاشتراكية. طبعا هذه صعب جدا لما الإنسان يكون ناشط سياسي. نعم. بأتم معنى الكلمة باش نفهموا حتى المفهوم هذا، يعني كاين تغلط كبير حول المفهوم تاع ناشط سياسي. ماشي معناتها حتميا أنه يكون عضو في حزب سياسي بمعنى الحزب السياسي كما نشوفوه جهاز. نعم. فقط المناضل السياسي هو إنسان نبع في بيئة معينة في مجتمع معين بأفكار جاته. صحيح. عنده طموح كإنسان موجود جزائري، قال أنا جيت في العالم، إحنا بلاد هايلة، جبنا استقلال ضد هذا، نتكلم على الجيل تاعي، ضد قوى يعني أطلنطية، دونك بيسانس أطلنطيك، حنا دونك لي زالجيريان اوني تري سبيسيو. دونك لما كنت في السي او ام كنت حابه ندير مع زميلات، كنا حابين ندير جروب تاع لي بيتلز باسكو نو لي زالجيريان نقدروا نديروا كلش. ولكن من بكري ملي كنت صغيره كاين هذا الاهتمام بالسياسه، الشحنه النضاليه هذيك، الشحنه النضاليه ومعنه كلمه السياسه. ربما الاجحاف الاكبر. نعم. في حق الجزائر وفي حق الجزائريين اننا حرفنا معنى كلمه السياسه. كان عندي كصحفيه، كان عندي مع البروفيسور الله يطول في عمره سعيد شيبان حوار حول الزوايا والسياسة وكل هذه الأمور اللي نعيشوها منذ عشرات السنين. وكان عنده واحد التفسير هايل، قال لي يا خسارة الترجمة، en français on dit traduire c'est trahir. صح. الترجمة أحيانا تخون المعنى. ما بالك عندما تكون في الحالة البيئة العامة نتاعك ركبة مايلة، دونك ديجا اصلا الامور يعني العديد من القضايا يتم تاويلها بشكل خاطئ. ابسوليمون. اي دونك هو كان عنده تفسير يعني ان توكا سيتي اون ابروش مقروبه جد منعشه فكريا. قال لك يا خساره لما ترجمنا من اليونانيه، لما العرب ترجموا من اليونانيه كلمه السياسه اللي هي امور الناس العاديه، كيف الناس يعيشوا مع بعض، هذه هي السياسه اصلا. في عود ترجموها بسياسه لتاتي ساسا يسوسو، درت له حوار حول هذا الامر ووضح ما معناتها. قال له كان خلوها في قالب بوليتيه. ربما هذيك تقول كوتي بوليتيسيان ايتترا يروح في هذا المجال. صحيح. وتبقى المجال هذا الحيوي بالنسبه لاي مجتمع. انه كيفاش التعايش معا، ما يكونش حبيس ورهينه لو سبيكتاكل بوليتيك هذاك. دونك مناضله سياسيه بمعنى الكلمه. اني يهمني وعندي طموح يعني بلا حدود. نعم. فكري. فاليوم نضالك ما يتوقفش مع حزب معين او ماشي اليوم هيئه منظمه، من بكري. من بكري يعني. وين راه لو تشالنج بالنسبه لنا؟ وين راه كجزائريين؟ كيفاش نخدموا مع بعض بطريقه منظمه وجماعيه؟ صحيح. هذا هو التشالنج. وهذا سواء في الأحزاب أو في الجمعيات أو في النقابات أو في المؤسسات الاقتصادية وحتى
في الأحياء والعائلة مازال عندنا إشكال قائم. إذا الطموح باش نفهموا مليح واش معناتها الكلمات، الطموح هو أنه الإنسان يشوف بكل بصيرة اللي ممكن تكون عنده وبكل التجربة اللي ممكن تكون عنده ويشوف وراه الهدف وراه المشكل نتاع الصح باش يعطي لروحه هدف ويدير يسطر روحه برنامج كإنسان أولا ثم بعد يشوف معاه واش من عبادة راح يديره. سيدة غزالي بصح ما كانش ليك يعني رد فعل لما جرى مع الأفافاس طيلة يعني كل أسابيع اللي فاتت، فكما قولوا الأفافاس دار القرار تاعو لكن انت ما كانش يعني كان لا حدث بالنسبة ليك. نو ما تقدرش نقول باللي كان لا حدث بالنسبة ليا، ولكن الإنسان رد الفعل تاعو مهما كانت القضية، ما رد الفعل تاعي كما يخص الأفافاس كما فيما يخص كي كنت في الحركة النسوية كما كي كنت في النقابة كما كنت في المؤسسة الإعلامية دائما نفس ال الكومبورتمون نفس السلوك. يا ابن عمي باش يكون عندك رد فعل لازم تنتظر من هذه الحركة اللي راح تديرها تغير، صح؟ باش الحركة هذه لازم تؤدي إلى تغيير ما. ما ديريش باش باك ديري. باش دير باش سوسيتي دو سبيكتاكل. لأنه كان اللي صار له مش صار لك مثلا السيدة سليمة غزالي يكسروا يبداوا يديروا في بيانات يبداوا يعني الأصدقاء الأمس يولوا أعداء اليوم، يعني تتغير كل العلاقة كليتين في 24 ساعة. أنت ما عملتيش هذا الشيء. أولا ممكن تناضل مع ناس ممكن يجمعكم مجال نضال ما أو مجال عمل ما بلا ما يكونوا أصدقاء معك. هذه من جهة، من جهة واحدة أخرى لكل واحد والتفكير نتاعه ما تقدرش تكون مناضل باش تنظم مجتمع أسلوب حضاري. نعم. ولما تقاس بأي طريقة ما الأسلوب نتاعك ما يكونش حضاري. صح. الأسلوب الحضاري في مجتمع ومنظومة سياسية عامة الركبة فيها مايلة معناتها ما تقدرش يكون عندك رد فعل يكون يا عنفاوي يا يعتبر دو لا باسيفيتي سكي ني با الكا. عطيت الموقف نتاعي والخبر يجيبوه التوالا كما قالوا بكري. ساميه بالقاضي، الافافاس ما يقتصرش فقط على المشكل اللي وقع بين السيده سليمة غزالي والافافاس، لكن الافافاس اليوم راهو في وضعيه الحين نبقاو في قضية الأفافاس، لكن إذا سمحت لي نفتح قوس قبل ذلك. سيدة غزالي أنا سعيدة اليوم بوجودك معنا. أنا من جيل اللي في التسعينات كنا في الجامعة وكانت الجزائر تمر بأحداث عصيبة. في هذيك الفترة الجزائر انقسمت، كانت الجزائر مقسمة بين جهتين، وفي الصحافة لما كنا نقرأ بحكم أن دراستي إعلام كنا مطالبين نقرأ الصحف. لما كنا نقرأ الصحف كنا نشوف هذيك الصحافة في هذاك الوقت تعمق هذاك الانقسام اللي كان في هذيك الفترة. صوت السيدة غزالي والقلائل وقلة قليلة من الصحفيين والإعلاميين اللي كانت تحاول تقدم خطاب إعلامي يجمع بين الجزائريين ويبحثوا عن القواسم المشتركة. وبالنسبة لنا وكثير من أبناء جيلي كانت طوق النجاة بالنسبة لنا، لأنه كنا يا إما نروحوا مع هادو يا إما مع هادو وتنين الجزائريين، وما كناش حابين نوقعوا في هذا الاختيار. فكتاباتها كانت بالنسبة لي على شخصيا الكتابات تاعها والكثير من أبناء جيلي كانت طوق النجاة، سلكتنا وقالت بينت لنا أنه هناك ما يجمع الجزائريين كما كاين وش يفرقنا بصح اللي يجمعنا أكثر. نعاود نغلق القوس. سي تو سامبلومون صا باسكو السيده سليمة غزالي كما قلتي في هذاك الوقت يعني صعب انه هذاك الخطاب يعيش، صعب جدا، لكن الكثير من الجزائريين ما كانوش لاقيين نفسهم في الخطابات اللي كانت هذاك الوقت، وهذاك الخطاب كانوا عنده بزاف الناس حابين يسمعوه وحابين يكون هو في الواجهه، لكن يعني في الوقت اللي كانت فيه ثقافه اقصائيه الصوت تاع السيده سليمة ومن الطرفين الطرفين كانوا اقصائيين، لكن كان صوت ثالث وان كثير ما برزش بزاف، لكن كان صوت كان لازم يكون هذاك الوقت. شكرا لانه كان نقولوا الافافاس. نعاودوا نقولوا قضيه الافافاس. اليوم السيده سليمة غزالي عضويتك مجمده ولا خارج الحزب ولا احنا كمتابعين ما على بالناش سليمة غزالي اليوم موقعها من حزب الافافاس، مازالها مناضله في الحزب، مازالها نائب عن جبهه القوى الاشتراكيه في البرلمان ولا الوضع حاليا وشنو هو؟
ايه بون ما تحصرونيش الا في الجانب هذا الجانب تاع الافافات لا لان الحديث هذا لازم له تهيئه ويعني لكن المعلومه طبعا المواطن والزملاء عندهم الحق في المعلومه نو انا اقصيت من الافافات بعد مروري امام لجنه التاديب بشكل نهائي لأنني قمت بكتابة مقال ظهر في تي اس اللي ما رضاش ما ظنيتش ما ناقشناش المضمون نتاع المقال اللي هو كان دفاع عن سياسة عبان رمضان وسياسة الأفافاس وسياسة يبقى أنه الأفافاس ما تقبلش أنه نائب ينتمي ليه يعبر عن رأيه بطريقة حرة قبل ما نقولوا الأفافاس لازم نقولوا القيادة الحالية للأفافاس ما تقبلتش هذا الشيء وخذت الفرصة كي تقوم بعمل إقصائي وعمل تأديبي يعني بين قوسين ماهوش في مبادئ الأفافاس ولا في تقاليده كل ممكن تحدث اختلافات ولكن أنه يقصى الإنسان لأنه قام بفعل سياسي سليمة غزالي لما دخلت الأفافاس كانت ديجا سليمة غزالي يعني معروفة بالمواقف تاعها أنا المواقف تاع الأفافاس دخلت الأفافاس لأني جد في الأفافاس المواقف تاعي ماشي باش نتعلم مواقف إذن يعني الإجحاف كبير ولكن إجحاف على مبالغ فيه يعني على مستوى نسمى ليغ دي غوتيسك يعني ماشي في الأفافاس فقط ربما الواحد يكون مجحف بالنسبة للأفافاس كحزب وكتاريخ وكرصيد سياسي اللي وتاريخي ونضالي اللي هو ملك كل الجزائريين الواحد يكون مجحف بالنسبة للأفافاس إلى عبز بزاف على على الكوتي غوتيسك دو سيت ديسيزيون لو ما وضعهاش في السياق العام نتاع البلاد راهي سواء في الرياضه ولا في الثقافه ولا في السياسه ولا في المؤسسات ولا في الشارع ولا في العائله تعيش المجتمع نتاعنا وينتج في هذا النوع من الشيء اللامنطقي المجحف في حق الانسان. شوفي السيده غزالي انه من الغريب بالنسبه لاعرق حزب ديمقراطي في الجزائر انه الامر ما اثرش نقاش على المستوى الداخلي. داخل الحزب ما سمعناش أصوات من داخل الحزب قالت لا هذا القرار مجحف وسليمة غزالي عضو في الحزب ومناضلة في الحزب ومن حقها أنها تتكلم بحرية تقريبا الصوت الوحيد اللي طلع هو من عائلة الراحل أيت أحمد مع أنهم غير منتمين وغير منتسبين للحزب بشكل رسمي صحيح كي يكون الإنسان منصف صرا نقاش الآن الإشكال هو نقاش الخاص والنقاش في الإطار المنظم الإطار المنظم الآن سواء كان في الأفافاس أو خارج الأفافاس في المجتمع قضية تنظيم وقضية قمع شوية مخلطة بيناتهم هذه من جهة من جهة أخرى كانوا مناضلين أخذوا موقف ودائما ما لازمش ننساو أن ربما تعرقل الديمقراطية كلمة كبيرة ولكن يعرقل الفعل العادل المنصف للإنسان ومنصف للجهاز ومنصف للمؤسسة عندما الإنسان يكون خايف على المؤسسة تاعه أنا. هناك مناضلين كثير اللي حابين كل مرة لما تكون مشاكل وتكون أزمة حابين ياخذوا موقف حسب المبدأ واش اللي خافوا واش اللي يمنعهم انهم يتخذوا هذا الموقف ماهوش محيط نتاع حوار خايفين الحزب يتكسر مثلا خايفين الحزب يخرج على المسار نفس الشيء كيما في البلاد نفس الشيء كيما في البلاد في من البلاد كاين بزاف الناس اللي حابين يتناقشوا بكل حريه وبكل مسؤوليه على حساب مبادئ اذا الركبه مايله يعني اصلا مستحيل ان يعيش أن تعيش مؤسسة طريقة ديمقراطية في محيط غير ديمقراطي هذه من جهة ومستحيل أنك تقدر تفهم الناس حولك ما هي الحقيقة المعاشة في إطار مؤسسة ما في غياب ظروف ضبط الحوار العام بقواعد أخلاقية قواعد لعبة واضحة إيه ما كانش قواعد لعبة واضحة خارج الأفافاس ديجا
هي داخل الافافاس ايضا غايبه. الافافاس بما انك مناضله في الحزب سيده غزالي، الافافاس اعرق حزب ديمقراطي معروف عليه النقاشات ومعروف انه خرج نخبه من السياسيين والمثقفين على مدار عقود منذ تاسيسه، يعني ما تشوفيش انه غريب انه من هالي تأسس الحزب والنظام هو نفسه، المحظورات هي نفسها، العراقيل هي نفسها، لكن الحزب قدر يحافظ على وجوده وعلى اتزانه وعلى لالين إيديتوريال الخط الافتتاحي والمبادئ تاعه. لكن اليوم الكثيرين يتهموا الحزب أنه خرج وبعد بشكل كبير على الخط الافتتاحي، ما عادش أفافاس أي تحمد أو على الأقل مبادئ المؤسسين الأولين للحزب جبهة القوى الاشتراكية. ما بالك انني انا كنت محسوبه على التيار ريكونسيلياتور نتاع والحوار. لا لا قبل الافافاس، باش نرجع دائما يا جماعه الا حبينا نفهموا روحنا باش نحلوا المشاكل نتاعنا لازم دائما نحطوها في المحيط العام نتاعها باش تشوف السياق العام نتاعها. واش نديروها بمعزل عن السياق؟ أنا كونسيلياتريس أنا ما كنتش منظور إلي بطريقة جد وحسنة من طرف النظام ومن طرف أطراف كثيرة على الساحة السياسية. دونك هذه باش نرجعوا للكلام، الأفافاس والحزب الديمقراطي في الجزائر أيا كان النضال من أجل تكوين فضاءات ومؤسسات ديمقراطية في البلاد هذه لازم لها جو اللي تقدر تنمو فيه. الشيء الرائع اللي نجح فيه السي حسين أيت أحمد الله يرحمه لأن الحزب هذا الأفافاس زاد من الأفلان من الحركة الوطنية، دوك كان عنده رصيد، ظاهر أنه كل ما نتقدمه في الوقت قد ما الرصيد هذا يضعف. العبقرية السياسية تاع السي حسين أيت أحمد هو أنه نجح أنه يخلي الخط السياسي دائما منسجم مع المبادئ نتاع الحركة الوطنية اللي بدات للاستقلال. في الاستقلال التعددية والديمقراطية ما كانش حاضرة في سياسة النظام، ولكن بقى الخطاب ماشي. وش يخص الديمقراطية؟ لا هي شطرين توقف على زوج، ما تقدرش تقوم وحدها. الخط والنظرة والبرنامج السياسية السياسي موجود، لكن قدرة التنظيم غائبة لأنه ما كانش مؤسسة أيا كانت تقدر تنظم روحها بطريقة ديمقراطية في غياب محيط اللي تقدر تمشي فيها. سيدة غزالي، لكن ماذا عن دقيقة اسمح لي لهذه، ماذا عن التراكم النضالي اللي قلت لك تحكي عليه اللي خلقوا راحل حسين أيت أحمد، وش بقى منه اليوم في الأفافاس؟ بقى سواء في الأفافاس أو خارج الأفافاس بقى تراكمات. ماذا يفعل الإنسان بالتراكمات نتاعو؟ ولكن الأفافاس ماهوش وحده اللي ينتج الإنسان الجزائري، المحيط الجزائري راه ينتج الإنسان الجزائري. لما في يد وحده ما تصفق، يعني يد وحده ما تصفق، والإنسان المناضل مهما كان صديق موقعه. التحزب لا يكفي أن باش الإنسان يتشبع بالمبادئ ويفهمها حقيقة ما معنى المبادئ تاع الحزب تاعو. ممتاز. الهادي بالحملة موضوع آخر كلية، ليس موضوع مغايرة كلية، ولكن لما نتكلم على حزب الأفافاس أقدم حزب معارض في الجزائر، نشوفوا بلي سيدة سليمة غزالي تتكلم كثيرا عن الإجماع الوطني. كيفاش يمكن أن نتكلم عن الإجماع الوطني يعني وين تقول سليمة أنها المعارضة ليس من أجل المعارضة والراديكالية ليس من أجل الراديكالية؟ كيفاش نقدر نديروا اجماع داخل كل هذه الالوان السياسيه الموجوده مثلا في البرلمان او حتى داخل حزب ليقمع المناضلين تاعو؟ سؤال وجيه، شكرا على السؤال هذا، لكن الجواب صعب، التحدي في الجواب. لما انسان يعيش في محيط ماهوش ديمقراطي لازم باش نتفاهموا، ماشي لخطر شيء انا نطفي على نفسي باللي انا ديمقراطيه معناتها انا ديمقراطيه، انا ديمقراطيه في الاسلوب تاع كيفاش تكونت واش قريت وكيفاش نتعامل مع الناس وما هي المزاج نتاعي اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك هذه امور. البحث عن الاجماع والبحث عن الديمقراطيه وبحث عن بناء البديل وكلش هذا كله يطرح في ساحه سياسيه ومجتمع وعالم ماهوش لاباس. ماهوش لاباس، وكتاه تعرف باللي العالم ماهوش ماشي مليح، لما الفارق بين الكلمة والمعنى نتاع الكلمة يكون كبير بزاف. صح.
المعنى والتطبيق. دونك تقدر تحضر عنده هذوك عندهم الحق. كان صدمني انا واحد الاشهار على التليفون قال لك الهضره باطل. يعني وحنا تقبلناها مشات عادي رغم انه المبدا ان الكلمه عندها الوزن. الان رانا في عصر الهضره العالميه لا جلوباليزاسيون تاع الهضره. فرق كبير بين الهضره والكلمه. وشكون اللي راه يعلم الشاب تاعنا قبل ما يدخل والشابه تاعنا قبل ما تدخل تولي مناضله في مؤسسه او في حزب او في نقابه ولا ان تكون مواطنه؟ شكون اللي يعلمهم الفرق بين الهضره والكلمه؟ الخلط هذا كامل اللي وصلنا لحاله رانا فيه في الافافاس وخارج الافافاس. يعني رانا نشوفوا سليمه غزالي تتكلم بتاثر كبير. نقدروا نقولوا باللي انه الافافاس هو حزب القلب بالنسبه لسليمه غزالي. انا عندي الجزائر والوجود كانسان شيء اللي مثير. الباقي هذه مسارات. هذه مسارات نتلاقاو هنا ومن بعد ما نتلاقاوش يا با بروبليم. يعني ممكن نشوفوا السيده سليمه غزالي في حزب اخر من غير الافافاس؟ لا الان الى ما قدرتش في الافافاس يعني لا لا ان شاء الله نشوفوا سليمه غزالي وغير سليمه غزالي في اطار اللي تبنى فيه المؤسسات الديمقراطيه حقيقه في الساحه الجزائريه ديمقراطيه. ولكن كما راه الامور الان لا طبعا لا. ما فيش فكره انك ديري حزب سياسي؟ شكرا. سيدة سليمة غزالي سؤال اخير من جهتي. شفنا مؤخرا كذلك حسن فلي تم فصله من الافافاس وتكلم في صفحته عبر الفيسبوك قال انه تاريخ نضاله هو ونضاله في الحزب اكبر من نضال الامين العام محمد حاجي لاني اللي كان في وقتها متردد بين الفيس وحمص. هل فعلا فيه ربما داخل الافافاس تيارات اسلامويه بين قوسين؟ كلمة قلت لك الكلمات أكبر منا وأكبر من المشاكل تاعنا. تيار كلمة كبيرة. الإشكال هو أولا عندنا مناضلين في الأفافاس وكثير منهم سواء مناضلين القاعدة أو الإطارات اللي عندهم نضال ورصيد نضالي لا بأس به. وعندنا ناس جاوا للأفافاس من بكري وما عندهمش الثقافة السياسية اللازمة. نعم. وكاين اللي دخلوا فيه وربما ممكن يمشي وقت شوية التاريخ راح يحكم عليهم. سامية قبل ما نروح عند تينينا نروحوا لتينا بدل ما زلنا في السياسة. سيدة سليمة غزالي تكلمتي على النضال السياسي قبل قليل فرقتي بين السياسة اللي هي تسيير المدينة وشؤون الأفراد والسياسة البوليتيك كما نعرفوه في الجزائر بكل مصالحه وبكل تداعياته. اليوم الأحزاب السياسية ما عادتش قادرة تخرج مناضلين أو على الأقل تستقطب هذا الشباب كامل اللي عندهم وعي وعندهم اهتمام بما يحدث في الجزائر وفي العالم لكن ولا خطاب سياسي قادر يجبدهم ويخليهم مناضلين. وعلاش؟ ايه علاش؟ يعني رغم طموحي لا محدود يعني مستحيل ان اطمح اني نعطي الجواب لهذا السؤال. اولا الاحزاب السياسيه من المجحف في حق الاحزاب السياسيه ان نخرجها هكذا عن السياق العام. نقدروا نكونوا اطباء كفء، نقدروا نكونوا اساتذه ملاح، نقدروا نكونوا صحفيين ملاح، نقدروا نكونوا امور كثيره مليحه من بينهم نقدروا نكونوا مناضلين سياسيين ملاح. لكن الجهد اللي يبذله الانسان باش يبقى مليح باش يولي ويبقى مليح يعني قليل 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 اللي يقدر ينجح فيه الان. دونك ماشي الاحزاب السياسيه هذه ماشي ساحه سياسيه اللي رانا عايشينه الان ماشي ساحه سياسيه. وهذا قد ما احنا انا ربما فيما يخص الاعلام عامه يشير والمواطنين عامه يشيروا بانه كثير من المناضلين السياسيين ما عندهم حتى علاقه مع النضال ولا مع السياسه. في طبيعه الحال. وما يشوفوش الجهد اللي يبذلوه اللي ما زالوا مناضلين وما زالوا يحاولوا ان يخلقوا في الداخل المجتمع نتاعنا هامش لممارسه السياسه. وجهدهم ولا ما يلحقش يعني؟ ماشي ما يلحقش يلحق ما دام مازال كاين ناس يامنوا
يا خويا السياسه تاعنا كي الفوتبول تاعنا كي الجيش تاعنا كي الثقافه تاعنا كي كلش تاعنا. يعني من المتشحف نقولوا للناس باللي كاين ميدان ما من الحياه الوطنيه رايح يكون في المريخ والباقي قاعدين في الارض بمشاكل حلقة الأرض. بالنسبه للسيده غزالي حلقه هي سلسله من حلقات مترابطه وحل مشاكل المجتمع الجزائري والجزائريين اولا رايحين يحلوا المشاكل نتاعهم في السياسه وفي الفوتبول وفي الجهويه وفي الوطنيه وفي الثقافه وفي الغناء وفي سلسله من المشاكل في الفكر وكلش لما يتفقوا على الاسس نتاع السياسه كيفاش نعيشوا مع بعض. كيف يجب ان تمارس السياسه؟ كيف نعيش مع بعض؟ مع بعض. وكيفاش نسمعوا بعضنا؟ كيفاش نسمعوا بعضنا؟ اين نهضر بزاف. تنينان اليك الخط. مرحبا بك مره اخرى سيده سليمه غزالي. دونك سليمه غزالي هي صحفيه محنكه افيك ان بالماريس اكستراوردينير نوتامون لو دي بري بزاف لو ساكاروف لو اولوف في 1997 عندك لو بري تاع لا ريداكتريس اون شيف دو لاني في 1996 في نيويورك. vous êtes aussi auteur romancière de deux livres entre autres les amants de Sherazade. اليوم رانا نشوفوا سيده سليمه غزالي beaucoup plus في السياسه. هل نقدروا نقولوا ان اليوم فقدنا صحفيه كبيره ومحنكه ريكوني au niveau national et international ou ربحنا تانيت سياسيه محنكه؟ لا ما على باليش الا ربحته ولا فقدته ولا انا النشاط نشاط نشاط لما تكون تحاول تكون مواطن معناتها انك راه وين تكون موجود. كنت استاذه قبل ما نكون صحفيه وندرس بنفس الحماس والتقيت بناس رائعين في اطار التدريس وتلاقيت مع ناس يعني ما عندهم حتى علاقه مع التدريس نفس الشيء. في الصحافه الفرق انه يعني كان انتقال تدريجي التعليم حول تبلغ رساله كي توصل للصحافه تخير واش من رساله رايح تبلغ ولاسيبل تكبر ولاسيبل تكبر وكي تروح للسياسة تحاول تعطي لهذه الرسالة أسس تنظيمية وتفاعل ماشي مع التلاميذ أو مع القراء وإنما مع الخصوم السياسيين والأصدقاء السياسيين ومع المجتمع. يعني يعني الصحافة قوة القول وفي السياسة قوة الفعل يعني تجسدي الأفكار وعندك آليات المفروض ولكن ما زلنا في 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 إطار التبليغ برك تبليغ فقط. سيدة سليمة غزالي كنا شفنا الكثير تاني في العالم من الصحفيين اللي تحولوا للسياسة ils ont émigré du journalisme à la politique. دونك في بالك وعلاش يجي هذا وعلاش تجي هذه الإيميغراسيون؟ اسكو السياسة سي ان ابوتيسمون كيلكو بار ولا سي سي جوست كو فوالا سي الباركور اللي يديسيد اسكو صحفي يقعد صحفي ولا يتحول للسياسة. ولا غير من الصعب جدا في الجزائر انك نوضعوا نقدروا نقارنوا روحنا بالاخرين ولكن لازم نكونوا دو بريفيرونس نقعدوا فوت بريدون فوت بريدون باسكو جو بو فو دير افيك بوكو دامبيسيون اي دو بريتونسيون كو باغ اكزومبل ميم في وقت الاستبداد في لاسامبلي فرونسيز كانوا كاينين فيكتور ايغو ايتي ديبوتي لامارتين ايتي ديبوتي اي Beaucoup de grands auteurs étaient des députés, donc c'est un كاين تداخل بين لي سفير هذون نتاع السياسه ونتاع الاعلام ونتاع الثقافه. لكن الحال الان انا شخصيا السياسه هي كمحاوله نفوذ داخل المجتمع ويحول الانسان حياته كوسيله لتجسيد افكار واحلام لخاطر عقدونا بزاف بالجيل اللي فاتنا اللي قبلنا عقدونا كثير قلنا احنا ما لازم هما داروا الثوره قد الدنيا احنا واش رايحين نديروا. ما احنا سيده سليمه رانا معقدين منكم وفات. ان شاء الله لا لا, لا فات الطموح هذاك هو. سيده سليمه كيفاش تقيمي لو بيزاج ميدياتيك اليوم في الجزائر؟ Mais vu que vous avez fait partie pendant des années, vous avez été primé au niveau national et international, qui va trimer le paysage médiatique Lyon fil Jazair? Au niveau national, la récompense au niveau national, j'ai été de l'Qurra ou de l'Zoumala. Mais il faut que le parcours est un peu atypique. لخاطر كان عندي حظ يعني قليل اللي كان عنده هذاك الحظ. بوكو ترافاي اوسي مدام غزالي. لا او العمل طبعا والطموح ولكن الانسان شكون اللي يلهمه؟ انا كان عندي الشرف العظيم انني في اطار السياسه
احتكيت بانسان كما سي الحسين ايت احمد الله يرحمه ولا السي عبد الحميد مهري الله يرحمه ولا الله يطول في عمره السي مولود حمروش. يعني كان على هذا الثلاثي كان عنده تاثير على الفكر وكان اسس التوجه اللي راح كان يكون من بعد. لو كان ما كانتش المواقف تاع الناس اللي في التسعينات سبقتني اكبر مني وانا عندي ثقه فيها خذات موقف. انا عندي الحس لأنه ما لازمش الحرب تكون بين الجزائريين ويكون الشرح بين الجزائريين والحقد بين الجزائريين وأن التعددية هي ثراء للجزائريين أكثر من ما هي موقع خلاف. ولكن كان عندي هذا الحظ الأول أني عرفت ناس. والحظ الثاني في الإطار الإعلامي ربما أنا من أشهر الصحفيين نتاع التسعينيات ولكن أنا لما دخلت لا ناسيون كانت لا ناسيون موجودة وأسسوها صحفيين أكبر مني في السن وكانوا أحسن مني كصحفيين كانوا وتعلمت كثير وكان عندنا واحد الطقم في لا ناسيون والحرية. أولا كنا مفرنسين ومعربين مع بعض وكانوا دي غران جورناليست ما زالوا إلى يومنا هذا منهم عابد شرف منهم سعيد جعفر منهم نور الدين خلاصي منهم كانت غنية موفق عندنا كانت بايا قاسمي الله يرحمها كان علي باي بودوخة الله يرحمه. يعني كانت واليوم سيدة غزالي اليوم الناس هذون راهم كاين اللي مازال اللي توفى بالمرض هذه ثاني سي ان ميتي كي ران كي في بوكو سوفرير مي دات الجيريان اوسي لو في والباقي راه مازال إلى يومنا إلى يومنا الحاضر ما زال يمارس ممارسة إلى نوفيل جينيراسيون. Alors justement, je veux m'intéresser un peu à l'ancienne parce que je la rejoins en âge maintenant et que ça pose un problème sérieux. من بين الركبة المايلة إنه تكون عندك ناس كيما هذون عندهم الكفاءات وعندهم العطاء. نعم. وراهم هكذاك وجوخ لجوخ. وزارات ودي بيجي وهدرة كثيرة وخطابات وكلش لكن الناس معروفة المقالات تاعها راهي كل يوم موجودة منذ عشرات السنين. سيد غزالي خليني ننقلك إلى سؤال آخر بعد نروح للجيل الجديد. هناك انتقاد ربما للجيل تاعك وراح نكون شوية قاسي معاه من باب أنه كانت على عاتقكم أنكم باش تخدموا صروح إعلامية قوية باش تقعد اليوم باش ربما تدافع على الحرية الفردية والجماعية تدافع على الحرية التعبير. فاليوم الجيل تاعكم من غير اللي توفى ربي يرحمه ولا من غير اللي حبسوا له ولا من غير اللي مانيش عارف انا كل واحد واش صرا له اليوم ما بقاتش فيه صروح إعلامية كبيرة سواء في الجرائد ولا في صافي بوكو من غير كاين بزاف اللي مات واللي مرض واللي مازال كل يوم يجري وراء القوت اليومي نتاعو هذا الشيء لا يستهان به. نعم. لما تحسبهم تلقاهم باللي كاينين هذه من جهه. ما لازمش ننساو حاجه اللي احنا جايتنا من التاريخ تاعنا ومن الثقافه تاعنا عانينا بزاف ومازلنا نعانيو وانا ما كاش حاجه تزعفني قد الانسان اللي يقول لنا التاريخ نساوه. يا اخي التاريخ هذا هو اللي كوننا كلش الجسد تاعنا. ضد لامنيزي نو 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 سي ان كريم دابور il faut se rendre compte que dans le monde d'aujourd'hui frapper l'histoire des peuples, c'est frapper les peuples. باش لما كما قال لك دانتي قال لك celui qui ne comprend pas le passé condamné à le revivre اللي ما فهمش واش صرا له الامس راح يعاود يعيش. وحنا حساسين جدا 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 لهذا الموضوع. دونك بالنسبه لكم انتم الشباب احنا لما ما انقرضناش كصحفيين وحتى كجيل لما ما انقرضناش ربما رانا نعطيو لكم الرساله باللي ممكن الانسان يكافح طول حياته ويصدم من القريب ومن البعيد وما ينقرضش ويبقى هذيك اللي يفوتها يباس لو رولي. هذا ما كان. شنو هنا اخر سؤال؟ نرجع برك لنفس السوجي. ما كانت المراه في الساحه العامه اليوم بما انك كنتي في الحركه النسبيه دونك وخدمتي بليزيور بوست دونك كيفاش راكي تقيمي ثاني الحركه فان المراه اليوم في الساحه العامه؟ فيما يخص فعل تقييم كل المواضيع التقييم كي الانسان يكون واعي
باللي رايح يرتكب جريمة في حق الغير إذا أعطى الرأي نتاعو بلا ما تتوفر ليه المقاييس نتاع التقييم. أوه حنا يطلبوا منا كأفراد سواء كنت سياسي أو صحفي أو ناشط أيا كان، يطلبوا منا أن نحدد. أنا في حياتي اليومية في بعض الأمور عندي هامش أكبر من كثير الرجال اللي نعرفهم ونعرف النساء مهما كانت المركزة الشخصية نتاعهم في المجتمع، ما عندهم حتى هامش، ربما وليدهم الصغير عنده هامش أكبر منه. إذن التعددية الحقيقية مشي غير تعددية حزبية ومنهجية وإيدولوجية، كاين تعددية في المسارات، كاين اختلاف في الناس، كاين اللي يقدر يتحمل كاين اللي ما يقدرش يتحمل. علاش نقول لك هذا الشيء؟ لا للتهرب من السؤال، لكن الإنسان المسؤولية وش معناتها؟ المسؤولية بكري كانوا يقولوا لنا شوفي كيفاش يصرى لالييناسيون، كيفاش تمشي لالييناسيون، ماشي تكون عربي يرجعوا قاوري وتكون تما امازيغي يرجعوك عربي ولا مش عارفه الهضره هذيك الزايده اللي راهي تمشي علينا احنا، ينحولك الهويه تاعك لما يمنعوك ولا يفو كونديسيون اهلوك باش تولي تخمم بصور نمطيه. فعود تسال نفسك قبل ما نقول لازم بكري يقولوا لنا اوزن قبل ما تهدر، اوزن الكلام نتاعك شرم درك الكلام نتاعي حطني في هذا الخندق او في هذا الخندق. يعني الواحد المراه الجزائريه عندها، نعطي لك احيانا شاهد اهل خارج على القوم يشهد عليهم احسن. هذه ولاحظتها في الشباب لما نقصر لما نحكي مع الشباب، ونحب اخترت مهنة التدريس لهذا الغرض لانه مادام الانسان مازال كاين هامش باش كومونيكي بس ما بور كومونيكي مازال هامش للاسبوار باسكو بعد اوني فورماتي. لما الشاهد هذا كان انسان اوروبي جا الجزائر، شاب ذكي يشوف المجتمع الجزائري، هي هو شاف بلي في المجتمعات الاوروبيه الان يهضروا علينا بزاف والمسلمين والعرب وكذا وكذا وهذون وكيفاش والمتاخرين ايتو ايتو، وجاز اسبوع وهو يمشي في عده مناطق من البلاد وفي العاصمه، كي كمل الجوله تاعو سقسيته قلت له كيفاش واش تلاحظ الخطر. شيت بالطبع كان سؤال حول المراه الجزائريه، يا دي كونتراس ايتيغا ايتيغا، واش قال لي هو؟ قال لي واش لاحظت؟ ان المراه الجزائريه دائما رافده بزاف القضيان وولادها والمحفظه تاع ولادها، سواء كانت عندها سياره ولا تطلع في البوس رافده بزاف، وسوفون نشوفوا الولاد يمشيو يديهم في جيبهم ولا الكوبلي. لما يشهد عليك واحد بدون جاه هو يحوس بدون خلفيات، يعني بدون خلفيه هو جاه باش يحارب الخلفيات تاع المجتمع نتاعو. لا 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 ما هضر لي لا على الحجاب لا على مود لا على حتى حاجه، كل مره رافده بزاف. السؤال اللي يطرح، يا هل ترى المراه الجزائريه حقيقه اليوم تحوس على حريه ابستريت او تحوس ان العبء اللي عليها يكون اقل؟ باش العبء يكون اقل لازم نتقاسموا لي شارج، ماشي حطونا في خندق منا وخندق منا ومن بعد نتراجعوا. كان يقول لك نساداو بزاف وبوتفليقه عطاهم ومش عارفه، وكان يقول لك الرجال تاعنا والله غير ما همش مهتمين ويسون اوبسكورانتيست تو نو. نوزنوا، الى الانسان تعلم يوزن هاو اقترب شويه للحق. وهذا ما كان سيده غزالي. وعلاش انقطعتي على الروايه، على كتابه الروايه؟ شكون قال لك بلي انقطعت؟ لكن جديد ورا جديد جديد، ما تنساش حضروا. راكي تحضري حاجه؟ راني نحضر حاجه ولكن ماشي روايه، سي تان ايسي. سي تان ايسي ان شاء الله ان شاء الله الا قدرت من كنت باش نكملوا من اخر السنه والاضطرابات. سكوب ما نامنش بسكوب، ما نامنش بسكوب. العمل تاعي كنت نخدم فيه اسبوعيه باش الانسان يكون عنده البعد شويه على الحدث لو ركول. الوغ دون ليكريتور يا با سكوب.
Donc, qui touche des filles, non, j'écris. J'ai un recueil de nouvelles, mais il n'y a pas encore assez de nouvelles parce que n'habille le qu'soui dans le tiyab ou n'habille le واحد يكتب le. هو في الجانب السياسي او جانب اخر؟ لا، بالنسبه لي السياسيه السياسه هي كيف تنظم حياتك. نعم. اذا سواء كي تكتب الروايه ولا كي تكتب الشعر ولا كي تربي اولادك ولا اولاد اولادك. نعم. كي تمشي في هذه هي السياسه بالنسبه لي، كل حياتي سياسه في هذه هي السياسه. هذا يقدر يكون عنوان كيف تنظم حياتك للروايه. ممكن انتم تحبوا بزاف لي تيتر. اذا كاين حركه ادبيه كبيره في الجزائر مؤخرا. السمانه اللي فاتت كان معنا السيد كمال داود. رشيد بوجدرا عمل كتاب مؤخرا اسمه زونات التاريخ، وين دار هجاء حيال يعني العديد من الشخصيه الجزائريه من بينها كمال داود واللي وصفوا بالعديد من الاوصاف. واش رايك في هذه الحركه الادبيه في الجزائر مع البيئه اللي راكي تنتقدي فيها اليوم، لكن يعني عكس واش راهو واقع ادبيا في حركه شويه؟ هذه الثانيه الحياه الحركيه اللي تسميها الحركيه الادبيه اللي على السطح. نعم. كيما كل ما هو على السطح الان يعني المثير للجدل والتسرع في والفضائح وكل هذا الشيء، رغم ان الرصيد احيانا ما يكونش عندك بزاف بصح اللي عندك ثمين. انا تكونت نقرا بزاف من بكري. عندنا حاجه ثمينه في الجزائر؟ عندنا ادباء اللي عندهم وزن عندهم يعني ادباء باتم معنى الكلمه، يعني انسان يسال الانسان في ذاته في كل ما هو يحتك به يوميا. يعني المجتمع سي سا ان اكريفان سي با هذيك تاع تجي تصنف هذون متقدمين وهذون متاخرين وهذون ملاح وهذون ماشي ملاح وهذاك الجدل مليح. ها ماشي مليح. مليح، ولكن كل واحد المستوى تاع العمق اللي يحب. ما الواحد يضيع حياته الا قاعد غير في السطح. صح. دونك كاين إليا دي تالون. J'ai honte de dire que beaucoup d'auteurs que j'ai lus, je ne retiens pas leur nom des jeunes. Je ne retiens pas parce que la tête est trop occupée. أني نقرا روايات رائعة من بعض الكتاب الجزائريين. صح. شباب جام يجيب عليهم المداح. دونك لازم نعرفوا باللي كيما الركبة مايلة في السياسة وفي في لا ميدياتيزاسيون هاني كيف كيف. حبوا يدوروا لنا باللي الحوار ان كان هناك حوار في الجزائر هاو قايم بين متطرف منا ومتطرف منا، وخليهم يتقاذفوا. عندي كلمه اخيره فيما يخص. نعم. تفضلي. باسكو سينو ما نحبش. تفضلي تفضلي. هي في قضيه الحادثه جوستومون تاع لو سكاندال المثير. حادثه تاع التمثال تاع سطيف. نعم. عين فواره. عين فواره. ما رايحش نقول لكم الموقف تاعي من الحادثه، رغم انه ربما نشير شويه برك. من الغريب اننا احنا مازلنا كي نحبوا وشكون اللي يثير الجدل عندنا يجي واحد مختل عقليا يديرنا يفرض علينا اننا نتناقشوا في موضوع. يفرض علينا لاكتواليتي. وي مي سي سا بيدير اون اورغانيز لو ديبا سور دي شوز اسانسييل ا بارتير دون في فيولون بروفوكي بار اون بيرسون تروبلي. هذه من جهه. ولكن لو كان نقارنوا هذه الحادثة حادثة سبقتها كثير وكانت أعمق بكثير. نعم. من قبل فيما يخص التمثال، هو التمثال اللي موجود هنا في جاردان في ألجي اللي كان يصور داروا مخرج من ذاكرتي وي دو دو اللي جوستومون مي قبل من إسياخم هو كان تمثال شاهد على قوة الاستعمار الفرنسي والجيوش الفرنسية والمحبة اللي كاينة بينها والمستعمرين. زعما دايرينهم كاع هكذا تخابل سكولتور ان برونز اللي متفاهمة مع لو ميساج يقدر يصيبها استيتيكمون بال. دي شوز باف اتر استيتيكمون بال مي لور ميساج نو كوريسبون با سكو جو فو. هذه من جهة. واش داروا؟ هذا جوست بعد الاستقلال كان الجدل قايم. قال لك هذه لا خليناها راهي عار بالنسبه لنا لانها تمجد الجيش الاستعماري والتفاعل تاع الاستعمار مع الشعب الجزائري. وإلا كسرناها يقولوا شوفوا هذوك الهمجيين. الوعي اننا عايشين في عالم. واش داروا؟ طلبوا من إسياخم اللي هو واحد من اعظم الفنانين الجزائريين. فنانين بصح شوفوا لازم تعرف باللي الفنان هذا كان مونشو.
il y a pas plus magistral, plus formidable que واحد صرات له حادثه في حياته قطعت يده ولا واحد من اكبر الفنانين التشكيليين الجزائريين دونك طلبوا منه قالوا له فوالا قالوا له لازم تصيب لنا حل اغلق على هذيك على هذاك لا سكولتور افيك ان بلوك ان بيتون c'est une façon de faire en même temps il faut réfléchir لما يكون مشهد يأذيك ولو كانت نحيه الحل ربما يأذيك لخاطر ماكش واحد في الكون هذاك ماكش وحدك دونك تغطيه لما تغطيه ومن بعد تنساه مرت السنين وبعد المآسي اللي مجوزنا منها جاء وقت وين هذاك الغطاء بدا يتكسر وبدات تظهر احيانا في الامور يعني رساله يعني هايله بالنسبه لي يحب اللي يعتبر من الدنيا هذه بدا يتكسر وبدات تظهر الملامح نتاع هذاك الهيكل الاستعماري كل ما كنت نفوت قدامه نقول سبحان الله يعني كاين بزاف الامور من الفكر الاستعماري اللي ما راحتش مازالت سائده في الذات نتاعنا وفي الثقافه نتاعنا وفي كي بدات تتكسر هذيك الغطاء هذاك الغلاف بلدي تكسر وبدات بعد راحوا جاوا رموه ولكن الحوار الحقيقي مازال ما قامش في عالم اللي قايم على دي رابور دو فورس يفو لو دير تيل كو سي علاقات قوه علاقات قوه انت دركات كاين مشاهد ربما انت تاذيك بس هو كيقولوا سي لا كولتور يا كاين كولتور من كولتور يا دي كولتور فاشيست يا دي كولتور كولونياليست يا دي كولتور كي ليبير يا دي كولتور كي انفيرم ايتترا ايتترا كيفاش نحصروا هذا على جا الحركيه الادبيه وكلش ما كان حتى حركيه كاين يا تمشي مع هذا يا تمشي مع هذا ولا حبيت سولي كي بوزي ترو كيستيون قال لي يرحم والديك تارك تعب لنا في الناس وشكرا يعطيك الصحه السيده غزالي شكرا جزيلا راح نولوا بك شويه للور نولوا بزمان شويه للور باش نطرحوا لك واحد الاسئله لو سمحتي مسموح طبعا اوكي دونك لو كويز دوكا في مازال الحال سيده غزالي حبينا نديروا الكويز اليوم لو كان يولي بيك زمان وكان يولي بيك زمان نطرحوا لك عدد من الاسئله الأجوبة لازم تكون مباشرة على دوكا لازم ما تكونش قاع سياسية معايا سأحاول لا ماشي قضية السياسة قضية أنه دائما في السرعة أحيانا تربش كما يقولوا عندنا بكري تاكلين عليك تاكلين عليك لو كان يولي بيك زمان سيدة غزالي هل تكتبي في جريدة لا ناسيون؟ التجربة اللي كانت عندي في لا ناسيون رائعة يعني ما لا بالتأكيد تكتبي بكل سرعة بالتأكيد صح لو كان يولي بيك زمان واش هو الحزب اللي تدخلي له؟ من غير لفافاس لا انا الحزب الوحيد اللي يعني كي كي يعبر على افكار اللي مازال بالنسبه لي لي المسار نتاعي مازال ما خرجتش من الافافاس في راسي دونك فوالا سي ريغلي تعاودي بالك تولي من بس لا كيستيون نو نو انا على بالي بلي لو طون اي مارش دون ان سول سونس صح لو كان يولي بيك زمان ويكون لازم عليك انك تخيري بين الصحافه والسياسه واش تخيري؟ Non, non, il n'y a pas de troisième solution, c'est de faire de la du journalisme politique. L'élève سياسي. لو كان يولي بيك زمان واش تقولي للراحل أيت أحمد على حال الأفافاس اليوم؟ الله يرحمه السي الحسين أيت أحمد هو المهمة تاعو دارها ويعني وصل يعني العطاء نتاعو كان كبير جدا الباقي علينا احنا. وكانوا قدامك واش تقولي له؟ على حل الأفافاس اليوم؟ لا لا ماشي هو اللي مسؤول على حل الأفافاس لا ماشي هو يعني من لا 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 لا, لا 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 أنا بالنسبة للأعزاء اللي فقدناهم سواء كانوا قراب لنا في الدم أو قراب لنا في المسار لا الواحد لا أبدا الواحد يقول له شكرا كونتني فالكلمات تقولي له شكرا طبعا ولو كان ربي يرحمه لو كان يولي بيك زمان سيدة غزالي واش هي الحاجة اللي تقولي لها تقوليها لمحمد حاج جيلاني؟ شكون؟ هذه إجابة لو كان يولي بيك زمان سيدة سليمة غزالي شكون هو السياسي اللي ما تتلاقاياش؟ أصلا في السياسة لازم عليك تتلاقى ناس حتى الناس اللي ما تقاسمهمش
ولو كان يولي بك زمان سيدة غزالي، هل تقبلي ترشيح الأفافاس ليك لتشريعية 2017؟ يعني هنا اصلا كان الاشكال مطروح انا ذاك، يعني احيانا انك تكون مناضل سياسي ومن بعد انك تقبل انك تكون في دون لا ريبريزونطاسيون، كاين حريه كبيره لما الانسان يكون كانسان، لما يولي ممثل تكون العبء اكبر. هذا ما كان دونك تقبلي؟ انا قبلت. يعني ما كيش ندم على انك ترشحتي في الوصف؟ لا، في السياسه الانسان يندم على الاسلوب، على ولكن بعض الخيارات اللي الواحد خمن فيها ما يندمش. سيد غزالي، لو كان يولي بك زمان، واش هي الحاجه اللي ما تزيديش تعاودي ديريها؟ لا ليست لونغ. نو، الحاجه على القائمه. لا لا، لو كان يعني رجع زمان، جامي ما كنت انسانه هادئه ورزينه وكذا، انا ندير عنف الذاتي باش نكون موزونه، باش نوزن الامور. تضربي مع روحك يعني؟ نضرب مع روحي باش باسكو عندي الاندفاع ككل، يعني جو سيزون الجيريان بالثقافه هذه تاع الاندفاع. وسيده سليمه غزالي، لو كان يولي بيك زمان، وشنو هو الفيلم اللي تعاودي تشوفيه؟ بزاف، يا بوكو دو فيلم اللي نحب نشوفهم، لكن تحيا ديدو دائما نتاع يا قلت لك عندي مشكل مع الاسامي نتاع فيلم جميل جدا، نقول لك لو جاربونيي تاع بوعمامه، الفحام تاع بوعمامه. فيلم اخر اللي شفته عده مرات ومن بعد نحاوه من اليوتيوب اخيرا لخاطر شي راحوا الحمد لله راحوا سقموه، هو بني هندل. بني هندل؟ ايه. فيلم تلقى فيه في العالم المعاصر تاع اليوم الاشكاليات اللي يطرحها البلدان الجنوب كاع، لاخاطرش حنا يصنفونا كجزائريين فقط ومن بعد كعرب ولا كبربر فقط ومن بعد كمسلمين فقط، ولكن كل جنوب العالم راهو اليوم يواجه نوع من المشاكل، نفس نوع المشاكل. نعم. نعم. اللي هي دور حول الارض والموارد والاستعمار ايا يعني كان الشكل تاعه. سؤال اخر السيده سليمه غزالي، لو كان يولي بك زمان، وشنو هي المهنه اللي ديريها؟ يعني انا كنت في الاول كنت حابه نكون محاميه، ولكن الان النظره تاعي بالنسبه للدغوا خذات شويه ان بو بلوس دو كومبلكسيتي، دونك نو كيما راني صحفيه دائما. وسؤال اخير سيده سليمه غزالي، لو كان يولي بك زمان، وشنو هي الحاجه اللي تقوليها لوالدك؟ شكرا. شكرا طبعا، شكرا. على واش؟ على كلش. على كلش. على كلش، وعلى بالك كي تكبر وانت تولي كيما انا، اولا ام ثم جده، على بالك الواحد كيفاش يشوف الامور تكون عندها. بعد اكبر شكرا، لخاطر مهمه كبيره وصعيبه، وانا امي كان عندها 10 دراري وبنات وكلهم دخلوا الله يطول في عمرها يما والله يرحمه بابا، راحوا للجامعه، ان الانسان انه يكون قاسي في النظره تاعه باش تكون عنده البصيره بواتر لوسيد، الان الانسان يكون في التحليل تاعه قاسي حول الواقع، هذا لا يعني انه يطمس كل ما صح. بين الحياه اللي عاشتها امي والحياه اللي عشتها انا فرق يعني شاسع 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 في كل المجالات، ولذا هي اكبر مني ماشي في السن فقط ولكن في الجهد وفي ما هو اللي دارت. تحيه كبيره لها، وتحيه اكبر ليك سيده سليمه غزالي على الحوار وعلى صراحتك وعلى رحابه صدرك، وايضا تقبلك للاسئله تاع الصحفيين تاعنا، فشكرا جزيلا لك، يعطيك الصحه. كملي معنا الحصه، ما احنا مشاهدينا الكرام قاعدوا معنا في برنامج مازال الحال، ما تنساوش شاركوا معنا في الهاشتاج اللي تشوفوا فيه هنا مازال الحال، فيسبوك تويتر انستغرام، دونك ما تروحش بعيد، جينكل ونرجعوا. كما كنتوا تشوفوا الكرونيكر تاعنا سامية بالقضية الهادي بالحبلة وتنهينا، أنا راهم يتشاوروا مع على باليش ربما اشموا رائحة الانقلاب من هذيك الطاولة. أنتم كراكم معنا حتى 12 تاع الليل، معنا نهاد مراكرية، تحية أخرى ومجددة لها اللي راهي معنا. السيد فارس مسدور، السيد فارس مسدور على ما يبدو استمتعت جدا بالحوار مع السيدة سليمة غزالي. عندما تتكلم مع شخصية
تتقنوا الأدب. الأدب بمعنييه اللغوي والاصطلاحي. هنالك أدب وتأدب تتمتع بالاستماع إلى أمثال الأستاذة. وشي ملاحظ في الكلام تاع سيدة مغدالية أنها توزن كلامها، وخاصة نحس هذاك الصراع. لا هنالك هنالك بركان ثائر داخلها، وما زال يثور أكثر مما كان من قبل. لأنه يعني كلما تعلمت من المحن ومن التجارب تزداد حكمة. نعم، ولكن تعامل مع المحن، ولكن انفجارك سيكون بطريقة أخرى. نهاد، حكات بزاف سيدة غزالي حول نشاطها لصالح الدفاع عن حقوق النساء، فشفتك أعجبت كثير بالكلام تاعها. أعجبت كثير لأنها هي يمكن أول مرة نتعرف عليها. للأسف من قبل ما كنتش نعرفها، ما كانش كاين حنا في هذا الوقت اللي رانا نشوفوا فيه نتبعوا بالك غير لي في حنا اللي جانا غير لي فيلم غير هاد الصوالح تاع الضحك تاع باش نبدلوا. انا ما نبغيش سياسه بزاف مع اني نقرا حقوق. اعجبت كثيرا بكلامها خاصه عن حقوق المراه، كيفاش كانت صوت وصدى ليهم خاصه للنساء. انا شخصيا اني مثل المراه الجزائريه دوليا شرف لي اني نمثلها كسيده، وراح تكون مسؤوليه كبيره بزاف ان شاء الله. بالمناسبه نذكر بلي نهاد مراكريه راح تشارك في ميس موند ابتداء من يوم الاحد ان شاء الله، هكذا هذا الاسبوع ان شاء الله. نحكوا حول هاد النقطه فيما بعد، لكن الان عندنا لاكرونيك تاعنا. شكون قال بكل بساطه نجيبوا تصريحات اللي وقعت في الاسبوع هذا ونحاولوا نعرفوا شكون. وكلكم تقدروا تشاركوا في هاد لاكرونيك، يعني كي تشوفوا التصريح قولوا لنا شكون هذا اللي يجيكم في بالكم. دونك اعطيونا التصريح الاول لو سمحتم لهذه الحملة هنان سامية بالقاضي. بون انت ما تشاركيش سامية بالقاضي ما تشاركش لانه عندها الاجابات، دونك نخلوها تكوتي. ما باليش اذا واحد فيكم يقدر يشارك في البوبليك يقدر يتفضل معنا، ما باليش. اعطيونا برك ميكرو هشاف لو طون اللي نجيبوا ميكرو هشاف، فقط واحد فيكم يتقدم. دونك سيده سليمه غزالي، فارس مستور، ونهاد، اعطيوا لي التصريح الاول لو سمحتم. التصريح الاول واش يقول؟ اعتقد ان تلك اللحظه كانت هامه في تاريخ البلاد لان العديد من اولئك المعتقلين استحقوا ذلك. شكون اللي قال هذا التصريح؟ المفروض كاين كلمه تقدر تعطي لهم تكون انديس، يعني تقدر تسهل أنديس. لهم الكلمه. دوك نقول لكم الكلمه شنو هي. وكاع الكلمات انديس على بالك في المعتقلين. ما بانت ليش هذا. بون ماشي في الجزائر. سهلتها لهم. خليني نروح لك للشرق الاوسط. يلا سيمز دور. والله هم يتكلمون عن المعتقلين في السجون السعودية من السعودية. العلماء والدعاة والكثير منهم. Exactly. لكن أنا أعتقد دون أن أتحدث عن الشخصية التي تكلمت، أعتقد أن هذا تطرفا وإجحاف في حق الكثير منهم، حتى وإن كان أولئك الذين سجنوا منهم لديهم آراء فكرية متطرفة، غير أن حتى المتطرف لا يحتاج أن نسجنه وإنما أن نحاوره. وشكون هذا في رأيك؟ نسيت شخصية ولكنها ليست غريبة عني. من العائلة الحاكمة. هذا كان يتكلم مش تم اعتقاله مش تم يعني مش على الدعاة اللي كانوا معتقلين، وإنما على رجال الأعمال اللي تم اعتقالهم في الريتس في الأوتيل، ومن بيناتهم الوليد بن طلال وهو صاحب المقولة. هو وليد بن طلال فوالا هو اللي دار هذا التصريح في السعودية وتم اعتقاله، وراه يبرر اعتقاله يعني. وهذه اللي دارت صنعت الضجة شوية لأنه ما كانوش يستناو يخرج منه هذا التصريح. نشوفوا تصريح آخر سامية. يا المسكينة. الرشوة ظاهرة عالمية، وأقصد هنا بالطبع الرشوة في كرة القدم. لقد فجرت عدة قضايا في دول مختلفة وليست صورة منتسقة بالجزائر فقط. شكون قال هذا التصريح؟ وشخصية رياضية جزائرية. زتشي وي الهادي يا خويا كي شو كي تولي في سبور. زتشي اكزاكتومون سي زتشي. ان يبرر للرشوه اخي العزيز. نعم. حتى اذا كان في مجال الرياضه. لذلك اخي العزيز كلام يصدر من شخصيه كزتشي غير مقبول تماما، ويبرر للرشوه في مجال يفترض ان يكون مجالا ليعبر عن. على كل حال الساحه الرياضيه تعيش على وقع تقلبات كثيره، وخاصه مع الرابطه الجزائريه لكره القدم. راح نعاودوا نقولوا هذا الموضوع فيما بعد. نروح لتصريح اخر. تصريح اخر لو سمحتم. انا مدين للجزائر وللرئيس هو ريبو مدين
في مصاري فقد منحوني الفرصة حين لم أجد من يثق في مشاريعي. هذا مخرج معروف كبير وتعامل مع الجزائر. دونك السيدة سليمة غزالي بونتي كورفو نو نو مي قريب. تم تقليده هذا الأسبوع، تم تقليده بوسام الأثير. وسام الأثير، تنهينان، الهادي بن حملة، لا أعرفه، سيد فرج مسدور، نهاد، الأوسكار الوحيد، الأوسكار الوحيد باسم الجزائر. شكون؟ كوستا غراف. كوستا غراف، تحية للسيد سليمة غزالي. كوستا غافراز، المخرج الفرنكو يوناني اللي تكلم على الجزائر. تصريح آخر لو سمحتم، تصريح، شكون قال لي شكون اللي ما يبكيش كي يسمع قسما، اللي ما يبكيش يسمع قسما ما يحبش البلاد. والله مشكله هذه، عند قسما تعيش في 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 داخلنا، تعيش في وجداننا. اكيد سمحها لازم تبكي. احيانا بكينا، انا بكيت في 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 النشيد الوطني في عده مرات، خاصه عندما نصل يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب. يا فرنسا ان ذا يوم الجواب، استعدي وخذي منا الجواب. فهذا هذا الذي يبكيني. نعم اخي العزيز، الوطنية لا تقاس بالدموع، لأن من التماسيح عندنا من بكت وليست لها وليس لها وطنية. شكون؟ مسيو ولد عباس نو؟ شكون؟ مسيو ولد عباس؟ مسيو ولد عباس وي. والله سي جمال ولد عباس. تصريح أخير، تصريح أخير لو سمحتم. جمال ولد عباس، كنت أود التحدث بلهجة أقل حدة بكثير، لكن أشعر إلى حد معين أنه ليس لدي أي خيار. قال التصريح مش جزائري. رئيس معروف بالتهور في التصريحات، معروف بالتهور. نعم شكون شكون ترامب انا دي نو انت قلتيها نو سي لوي مي جا بونس ا ترامب لا دي دوكا كيفاش شغل احنا باش نفوسيهم تراك تدير التليفون بدل السؤال وي سيتي دونالد ترامب دونك رئيس الولايات المتحده الامريكيه اللي راهو يخسر مساحات كبيره في الساحه السياسيه في امريكا لانه سيخسر الكثير ما اعتقدش ربما التجديد النصفي تاع مجلس النواب في امريكا راح يلقي بظلاله على الانتخابات الرئاسيه على بعد اول رئيس ليس سياسي في امريكا ليس دبلوماسي بعيدا عن الدبلوماسية. يمكن أن يكون ترامب رجل أعمال قوي جدا على مستوى الممارسة، يمكن رجل أعمال فشل كثير في العديد من المشاريع يعني، ولكنه ملياردير عالمي يعني. أنا رأيت مشاريعه حتى في أذربيجان يعني، وبالتالي الرجل اقتحم العديد من الدول ب ب ب غلطة في التاريخ يعني، أنه لكن أن يكون دبلوماسي فهو فاشل بكل المعايير. ربما نابغ في إفشال السياسة. نعم صح الواحد بدون يعني افكار مسبقه، ولكن العالم اللي رانا عايشين فيه معقد وجد معقد، لان الجانب هذا تاع لو سبيكتاكل في لا بوليتيك سي ان اكسيلون ميتور اون سين دو لا بوليتيك اي دو لا بروتاليتي اون بوليتيك. والرجوع نتاع الهمجيه هذه في السياسه فوتها هو عن طريق التهريج، رغم ان هذا التهريج خطير وخطير جدا على العالم. دونك احيانا فشل بعض الناس هو انجاح لتكسير سياسات ما تقدرش تفوتها بالطريقه الدبلوماسيه والسياسيه المعتاده. دونك وشكون قال اليوم الهادي بن حمله هو الفائز فيها بكل بكل اقتدار يعني. انا جاب لي ربي قاعد قدام سميه راك تبني فيني. لكن نعاود نرجع باك نفتح قوس بخصوص ترامب. مؤخرا كان تقرير خرج في الولايات المتحده الامريكيه وين قالوا باللي ان الولايات المتحده حققت اكبر نسبه نمو مؤخرا لم تعرفها الولايات المتحده مسبقا، وكذلك تراجع نسب البطاله. لكنهم استفاد من السياسه اللي سبقته اللي هي سياسه اوباما اللي درك بدات تبان النتائج تاعها. يقال لغه الارقام. لكن فرق بين النمو الذي يبنى بسواعد الانسان وبين النمو الذي يحمل في الشكاير من طائره. هو يعرف يحمل الشكاير. ودوكا ما تروحوش نمو الشكاير وليس نمو الحرائر. ما تروحوش بعيد بجديد الكرام، راكم معكم. لأول مرة نسمع عدم تناغم في التصفاق يعني، فهمت شو صرا؟ ها؟ كيفاش من أكثر من كاش كاع هرموني لا يونس راك كونسونتخي على لا شونسون باسكو على بالي بلي تحب لا كازا دي بابيل.
كتبيعي فيها انت يا سي مجدور، دائما خارجه فيها هذه تنهينا. هي دمقراطة التصفيق. كان يصفق على هواه. تأثروا بالاستاذة بالحديث عن الديمقراطية السيد فارس مجدور، شفنا العديد من الصفحات في الفيسبوك اللي تحكي وتقول معا لدعم السيد فارس مجدور للترشح لرئاسية 2019. شفت الصفحات هذو؟ والله صح انا رأيتها ولكنني لا اعلم من خلفها. احيانا الناس تنظر الى الشخصيات الإعلامية او شخصيات فكرية معينة انه يمكن ان تقود البلد للخروج بها من ازمتها الاقتصاديه، وان ينظرون الي على اساس انني اقتصادي بالدرجه الاولى. وعندك الوصفه السحريه. نعم، ولكن الاشكال عندي انني انا والسياستي شيئان لا يلتقيان. يعني مستحيل ان يكون عندك مسار سياسي في وقت معين؟ الى يومنا هذا ليس لدي انتماء سياسي الا ان انتمي لبلدي والبلد فقط. كان سيد مزدور اللي ينسبوك الهضره اللي يقولوها الناس. نعم. ينسبوك لتيارات سياسيه معينه مثلا، حركه مجتمع عمري في حياتي ما انتميت الى اي حزب كان، بل يعني احتراما لاخواننا في قياده حركه مجتمع السلم، انا حوربت في مدينتي من طرف عناصر من هذا الحزب لسبب في بلديه بوفارك. نعم، لسبب لانني تقلدت منصب امام وهم لم يرضوا بي شخصية، لانه ما عنديش انتماء سياسي ولا ادري لماذا يعاديني هؤلاء الناس، لكن على مستوى الوطني ليس لدي اي اشكال. اي مشكل اليوم عندنا، لكن انا والسياسة لا نجتمع تماما. خطان متوازيه. لا، الأستاذة كانت تتكلم عن واقع مؤلم جدا، وبالتالي عمقت رفضي للتعامل مع اي جهة سياسية كانت مهما كان مهما كانت نظيفة، ولو أنني لا أؤمن بالنظافة في السياسة عندنا. هذا رأي، وفعنا راك معنا هنا على أساس دكتور في الاقتصاد، ماجستير دكتوراه، يعني الإسهامات العلمية تاعك الأكاديمية كانت دائما في سياق الاقتصاد الإسلامي بالدرجة الأولى. نعم، الدرجة الأولى في الاقتصاد الإسلامي. اليوم لقيت لك تصريح سيد فارس مزدور، قلت بأن الجزائر تتعرض لمؤامرة اقتصادية تحرمها من أمنها الغذائي. نعم. وش معنى هذا التصريح؟ هذا التصريح نابع من معلومات على مستوى الخبراء في مجال الفلاحة وفي مجالات أخرى. أن تعلم بأن بلدية من بلديات الجزائر يمكن أن تجعل الجزائر بلدا مكتفيا ذاتيا من حبوبها. بلدية ولد فايت مثلا؟ لا لا لا، بلدية المنيعة. بلدية المنيعة بلدية ولد فايت فيها يغرسون فيها العمارات. الان الغرس هو للبيطون وليس لي. انا اشير الى واحد تصريح لعمل رئيس بلدية. عارف القضية، اوكي سمعت به. لكن بلدية المنيعة فيها 2.7 مليون هكتار. يمكنها ان تنتج ما لا يقل عن 18 مليون طن من كل انواع الحبوب. فالجزائر حاجتها من الحبوب 10 مليون طن، يمكننا ان نصدر 8 مليون طن فقط ببلديه واحده. بلديه واحده؟ نعم، لا احدثك عن ورقلة، ولا احدثك عن تمنرس، ولا احدثك عن معسكر وعن غيرها. لا احدثك عن منطقه متيجه التي دمرناها بالبيطون بالمدن الجديده. متيجه طولها 100 كيلومتر وعرضها 30 كيلومتر، ثالث اجود تربه في العالم. تدمر وفق برنامج، ليس وفق استراتيجية وكذا، برنامج لتدمير الأراضي الفلاحية في الجزائر. وبالتالي أتعجب كيف أننا نبني في أرض صالحة للفلاحة ونترك الأراضي غير الصالحة. بلك فنيانين؟ لا لا، ليس فنيانين، إنما هو عقلية التساهل. أنا أنقل لكم أن البيطون الذي غرسناه في منطقة متيجة. نعم. بكاملها يعتبر جريمة بكل ما تحمل كلمة الجريمة من معنى، جريمة في حق المستهلك الجزائري، في حق الجزائري بشكل عام، في حق الأجيال القادمة. أنت لديك ثروة طبيعية هائلة جدا، يمكنها أن تغنينا عن الاستيراد من المستثمر البغيض الذي كانت تيارت لوحدها تطعمه. وبالتالي أنا أتحدث عن ابتعاد كامل، عن خطة استراتيجية علمية لبناء اقتصاد وطني متوازن وقادر على أن يغنينا عن أن نطعم أنفسنا من فرنسا كدولة من الدول. فرنسا لمعلوماتكم كانت ترسل لنا قمحها بالمخزون القديم وليس المخزون الجديد، ونحمد الله أن العوامل الطبيعية هذه السنة جعلت فرنسا تأذن لهم بأن يستوردوا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوكرانيا قمحهم، لأنهم منعوا تصدير القمح الفرنسي. يعني اليوم كاين إمكانيات كبيرة في سواء في الزراعة، بالخصوص في الزراعة، ما نحكوش على الصناعة ولا القطاعات الأخرى. نعم. ما نش نستغلوها بالشيء اللي يلزم، وعلاش؟
شوف انا نعطيكم معلومه وذكرتها والناس قالوا انها ان هؤلاء يهرجون تهريجا اقتصاديا. نعم. انا لا اتكلم دون ان يكون لدي علم مبني على اسس بحثيه علمية. انا اكاديمي. نعم. اصلا ولا امارس السياسه. الاستاذ سعيد بختاوي يعني وقعت بين يديه دراسه تبين بان العالم يتقاسم فيما بينه 40 مليون هكتار من اجود انواع الاراضي. هذه 40 مليون هكتار هي الأولى في العالم. 40 مليون هكتار. نعم. 32 مليون هكتار موجودة في دولة و8 موجودة في باقي دول العالم. 8 مليون يتقاسمها باقي دول العالم. 32 مليون هكتار من هذه الأراضي ذات الجودة العالية والتي تسمى أراضي ذات أربع فصول هي في الجزائر. 32 مليون هكتار من أجود أنواع الأراضي في العالم. يعني 8 ملايين الأخرى يتقاسمها دول العالم. 3 مليون منها موجودة أوروبا وسهول أمريكا. ساعتك كل هذه 8 مليون. معني ساعتك 3 مليون منها موجودة في لاسيليكون فالي في كاليفورنيا. كاليفورنيا في أمريكا. تمون. الاقتصاد الأمريكي بما لا يقل عن 600 مليار دولار بمنتجات بيو. الميزه في البيو مش في المطوره جينيا. يعني بلدك ينتج تمرا من اجود انواع التمور في العالم. صحيح. لا يضاهيه الا تمر عجوه المدينه. صحيح. والعجوه شيء عجوه المدينه فقط. عجوه العاليه اللي هي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف الاحاديث. لكن التمر الجزائري دقل التمر بالدرجه الاولى يطوق يدوها خوتنا التوانسه. لا 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 اسمعني اسمعني منيح. يعني ولا تسوق على اساس تونسيه. يتعرض لحصار علمي. لحصار علمي خطير جدا. تخيل انت حصار علمي معناه انه لا يبين بان هذا التمر صديق للانسان. وان هذا التمر فيه في نخلته 78 ماده موجوده فيه وموجوده في الانسان. أكرموا خالتكم النحلة النخلة عفوا. أكرموا خالتكم النخلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبالتالي فهذه إشارة إلى أنه ما هو موجود في النخلة من معادن ومن. نعم. ومن مواد موجودة. سيد بزدور أنت تفهموا تاني الناس اللي ينتقدوك حول الأرقام اللي راك تمدها. يعني لما تمد 40 مليون هكتار كرقم تاع الأراضي هذا نوع من الأراضي. نوع من الأراضي. نوع الأراضي. نعم. موجود عندنا 60 مليون هكتار في الهضاب العليا. الهضاب العليا ادنى درجه. لما تقول 32 مليون ربما يقول لك حتى المسؤول الجزائري اليوم يقول لك انا كيفاش غابت لي المسؤول الجزائري. انا أقول المشروع الذي تحدث عنه سعيد بختاوي موجود بين يدي رئاسه الجمهوريه. هذه المعلومات نتحدث عنها وهي موجوده في بحوث علميه منشوره في العالم. مش. نعم. منشوره عندي. منشوره عند الاخرين. الاخر يعرف قيمتك الاقتصادية ويعرف مواردك الطبيعية ويقومون بمسح جوي على ما هو موجود في باطن الأرض. هم يدركون تماما. صحيح. بأن احتياط البترول ليس مليار برميل في حاسم سعود. إنما هو أكثر بكثير من ذلك ويصرحون بها. لكن المشكلة عندنا هل اقتنع الجزائري المسؤول الجزائري بأن الثروات اللي عندنا هي ثروات عظيمة جدا. لديك في بلدك 2.38 مليون كيلومتر مربع. الجزائر من أكبر الدول العربية. الأمر الأعجب والأغرب أن تمنراست ولاية تمنراست تسمعوا مليح يا الزيريين ولاية تمنراست أكبر من فرنسا. ولاية أكبر من فرنسا. أيرلندا أقل من غردايا وعدد شعبها 4 مليون. العبرة مش في الكبرى لكن العبرة راهي في الأفشياء. اسمعني نعطيك المعلومة. أنا راني نعطي في المعلومات باش تفهموني. نعم نعم. أيرلندا صغيرة على غردايا. أيرلندا تصدر 125 مليار أورو. نحن ماذا صدرنا؟ وماذا نصدر؟ البي بي نتاعك اللي هو 175.5 مليار دولار في 2017. نعم. لا يساوي يعني يكاد يقاربه شفر دافر تاع شركه فرنسيه واحده. ما تهبلونيش. لا لا صح من حقك تهبل سي مزدول لانه لما يكون امكانيات مثل هذه ونشوفوا الارقام كلها هابطه ماشي فقط على المستوى حتى المستوى المغاربي. لما نشوفوا المغرب وتونس يافونسيو في العديد من القطاعات هذا مدعاه للجنون يعني. وهذا اللي يخليني نروح عند سمحي لي سميع عند الهادي باش يبدا في الموضوع تاعو وعنده علاقه بالاقتصاد. فاس مزدول تكلمت انت مؤخرا ولا قبل عام من الان قلت بانه 2018 راح تكون تقريبا سنة سوداء ونحن نعيش فيها الجزائريين أوضاع صعبة. نعم. هل هذا التكهن صح رانا نعيشوه؟ ولا كيفاش راك تشوف الأوضاع في الجزائر؟ أسألك سؤالا. تفضل. هل ترى بأن شعبا يحكم بحكومات متتالية أخرج من دائرة الفقر؟
هل ترى بان مشروع الاديال هذايا اللي قعد 16 سنه باش بداوا يوزعوه، هل يعقل ان هذا من الرشاده والمعاملات الاقتصاديه الراقيه؟ هل ترى بان بلادنا التي كانت تتكلم على انها ستنوع اقتصادها، هؤلاء الذين كانوا يقولوا اصلاحات منذ التسعينات، بدايه التسعينات الى يومنا، منذ نهايه الثمانينات، انا ابن السبعينات، انا مولود 73 وقالها لكم بيعني الله يسامحه. وبالتالي انت ترى بان الناس لا تخططون للاقتصاد، والذي يخطط ليس الاقتصادي انما السياسي. عندنا الى يومنا هذا، الى هذا اليوم، من يترأس طاقما حكوميا يفترض ان يفتح حوارا واسعا على الناس، ياتي الخبراء، ياتي العلماء من الداخل من الخارج، يحاولون انقاذ الاقتصاد الجزائري. سي مسدود، تكلمت عن انه العمله الجزائريه راح تفقد 30% من قيمتها. فقدت 64% خلال 5 سنوات. 64%؟ نعم، وما زالت تفقد بناء على ما طبع من نقود. أخي العزيز، نعم. إن الذي يخطط لاقتصاد لا يطبع ما يعادل 30 مليار دولار نقودا تشبه الورق. تخيل هذا الأجنبي الذي تدعوه للاستثمار في بلدك، كيف يأتي لبلد يطبع نقودا كما تطبع الأوراق؟ شوف الاقتصاد، إذا لقيت واحد في العالم من علماء الاقتصاد اللي يقول لك اطبع نقود لمدة أكثر من 6 أشهر دون مقابل، راني هنا لن تجد احدا يقول لك اطبع اكثر من 6 اشهر. علاه؟ في السداسي الاول احتاج الى نقود، روح الخزينه العموميه نقولها اضمنيني لدى البنك المركزي. البنك المركزي يطبع لك نقودا تسمى نقود مؤقته التداول، سيتي موني تومبورير، ما عندناش الحق نستغلوها اكثر من 6 اشهر. علاه؟ القضيه قضيه تضخميه، يولوا دراهمك ما يسواوش، وفعلا دراهمنا راهم يطيحوا. تخيل، اسال السكوار. تنينا انا نبقى في الارقام، نبقى في الارقام عفوا، ونروحوا نشوفوا بعض الارقام اللي كنت صرحت بهم سيد مسدور في مختلف القنوات الخاصه الجزائريه. مرحبا. دونك نبداو ب 10000 مليار تاع صندوق الزكاه. 10000 ملياردير لا يدفعون الزكاه. نعم، ساشون كو انت واحد من لي فونداتور تاع صندوق الزكاه الجزائري. دونك اليوم سيدي هاد الارقام اللي انا ما نفهمش في السياسه في الاقتصاد تباني فراونيك. دونك اسكو كاين اون ايتود اللي تندارت؟ باسكو بارتو نشوفوا باللي فوالا سولون ليتود اللي تندارت في هذه الجامعه، سولون ليتود اللي تندارت في هذا لو سونتر. دونك هاد الارقام لم يجوا سيدي. انا برك اعطيني غير هكذا ونفهم. خلاص الحر تنفعه الاشاره. تبعيني مليح. انا اشرفت على اطروحه ماجستير مع جامعه لاهاي العالميه من طالب جزائري يبلغ من السن اكثر من 64 عام وهو من مدينه ورقله. داكور. اثبتنا من خلال الاطروحه التي نشرت واصبحت كتابا، انا ما نهدرش بلا علم، الهدره تاعي كلها علم. اثبتنا من خلال الكتاب انه في بلادنا زكاه لا تقل عن 3.5 مليار دولار. زكاة الجزائريين 3.5 مليار دولار، رقم كبير. واحد من مليارديرات الجزائر زكاته 125 مليون دولار، يخرجها ما يخرجهاش، المهم انا المهم نتاعي نحسبها له في السماء. معلومه هكذا انسوليت كنا اوكان سونس، مي بور كونتي من صفر لمليون ديجا يفو 6 جور 6 ايام. الله يبارك فيك. 3 مليار قلت له هذا زكاته، هذا واحد زكاته 75 مليار، هذا واحد. في بلادنا 1.9 مليون متعامل اقتصادي. تفضلي سامية. بناء على السجل التجاري. تسمعوا هذا التعليق تاع سامية. سي مسدور، احنا الصحفيين في الجزائر اكبر مشكله نعاني منها هي المعلومه، الوصول الى المعلومه. لما سي مسدور يقول لي كاين 10000 ملياردير جزائري، كيفاش حسبتهم؟ طيب الاعلان هذا كان في جريده الخبر. واحد قال لي كاين 3000 مليار. خليني نكمل. تفضل. اعلن في جريده الخبر في منتصف الالفينيات. مليار 10000 ملياردير جزائري. المصدر وذكروا هم انا نسيت المصدر، ولكن معليش، الذي عندك الان 1.9 مليون متعامل تجاري. هذا ال 1.9 مليون فيهم 900 الف مؤسسه اقتصاديه صغيره ومتوسطه. معايا؟ في هذه 900 الف هم يقولون بان هذه 900 الف تحارب البطاله وحركت رقم اعمال وفعلت وفعلت. التهرب الضريبي لهؤلاء جميعا 200 مليار دينار، هم اعلنوه مش هنايا. طيب بالنسبه لي انا كاقتصادي، ال 200 مليار دينار تعتبر باز دو دوني باش نقدر نحسب لك الزكاه. انا كنت مفتش للضرائب واعرف قراءه ما يعني انه لسه تاع لي بي اس وحدها 26%
تخيلي انت يدي عليك من ارباحك 26%، نقدر نخرجوا رقم الاعمال، نقدر نخرجوا الزكاه نتاعو. يعني انت هو بازي على ارقام واقعيه. ارقام جبائيه معطيات رقميه الحكومه تعلنها. سي مزدور لما تشوف مجلات اقتصاديه متخصصه وعريقه وعندها مصداقيتها، لما يلحق الامر للجزائر تبقى بالنسبه لهم علامه استفهام كبيره. على جال المعلومات التي تقدم. لانه المعلومات لانه المليارديرات اللي رانا نسموهم مليارديرات نعرفوا اللي راهم في الواجهه ممكن نعرفوهم صحفيين كما يعرفوا. لكن حقيقة المال اللي راح يدور في الجزائر غير معروف. شوفي الثروة في البلد عند الأفراد تتركز في 20% من 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 السكان، 80% من ثروة البلد بناء على دراسة للأمم المتحدة ماشي أنا درتها، نشرت سنة 96، 80% من ثروة الجزائريين تركزوا في يد 20% من لابوبيلاسيون، ولكن وبالتالي ال 20% من لابوبيلاسيون في 96 ما كناش 40 مليون، كنا 26 مليون، تخيلي آنذاك كم كان عدد المليارديرات؟ عدد المليارديرات الآن يتجاوز 100,000 ملياردير بناء على معطياتهم. انا مانيش نهضر هنا، مش انا اللي راني نعطيك في المعلومه، المعلومه انا استقيتها من معلومات من مصادر اما حكوميه واما مصادر اعلاميه ذكرت المرجع نتاعها. استغل تلك المعلومه وابين بان الزكاه الجزائري اكبر بكثير مما نتخيل. في صندوق الزكاه ليمو الان هذا العام 146 مليار سنتيم اختي العزيزه. نعم 146 مليار سنتيم هي زكاه واحد من الجماعه تاع الحميس ولا واحد من الجماعه تاع العلمة ولا واحد من الجماعه تاع مغنيه حين كانت مغنيه. سيد مزدور باش نكملوا في النقاش تنينا نعاودوا نرجعوا للارقام. دونك حكيت انت على الفوسفات، دونك هذه الدراسه اللي كنت صرحت انها دراسه سويديه اللي احنا ما نعرفوهاش. ليست سويديه اختي العزيزه، لا 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 ليست سويديه، لا ما تعرفيش هكا سمعت. لا لا ما سمعتيش، هاي يقول لك تأكد من المصدر تسمعيها مني. ايه هذه الدراسه يحدثني عنها احد المسؤولين السابقين، قال دراسه اودعت في لدى رئاسه الجمهوريه بينت بان فوسفات الجزائر درجه التركز فيه في الطن الواحد تتجاوز 67%. وانا رحت البير العاتر من اجل ان اسمع من المناجم الجزائريه هناك وأثبت بأن لدينا ثروة كبيرة جدا في مجال الفوسفات. بعد القاعدة الثلاثية خرجت بهذا الرقم. معليش يمكن أن تفوق، يمكن أن تفوق فوسفات المغرب، لكن يمارس على الجزائري حصار اقتصادي رهيب يجعلنا لا نستغل الا 1.8 مليون طن. نعم. وغياب تاع الغياب تاع لا فوي دو روت اللي احتجاج تاع الهدي بالحمله باختصار. هذا اليوم اللي عرفت تاع الاحتجاج. اعطوهم الجماعه تاع البرلمان ولا غادي تفيدهم اكثر. سي مزدور لا تعتقدون انه انسحاب، لا تعتقدون انه انسحاب النخبه من العمل السياسي ومن التحزب هو سبب مأساة الجزائر اللي تعيشها اليوم؟ انه انسحاب الجامعي وانسحاب الخبير الاقتصادي وانسحاب الطبيب هو اللي راهو خلانا اليوم وخلى الاستاذه وحدها في مفهوم. واش تعليقك سي مزدور؟ والله انا نقول لك هي عباره عن قناعات. انا تربيت في 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 محيط جعلني انفر من سياستي لما حصل في التسعينات. انا ارى بان هؤلاء السياسيون كانوا سبب أزمتنا، وبالتالي أنا لا أدخل في سياسة تكذب على الجزائري ولا تقول الحقيقة للجزائري وتجعلنا دائما شعبا يأتي أحدهم ويقول نحن أفضل من السويد والآخر يجي يقول لك لا لا نحن أفضل من أمريكا. وضع الفكرات هنا سلمى غزالي احتجاج آخر. طبعا الاحتجاج حول أن الإنسان اللي فرق بين السياسة والاقتصاد يرتكب غلطة كبيرة. لماذا؟ لأن سبب الكارثة نتاع التسعينات هو أولا وقبل كل شيء اقتصادي. نعم نعم. لما قلت باللي أنا نسمع كلمة الإصلاحات منذ الثمانينات، حقيقة كان هناك مشروع إصلاحات عامة سياسية واقتصادية خاطرش كل شيء مرتبط بينه. نعم. لازم الإنسان، هذا القناعة تاعي، أنه كسياسية أيضا. نعم. كمناضلة من أجل السياسة ونبل السياسة وفعالية السياسة ما تبقاش في البوليتيك. أنا لم أظلم سياسياً لأنني لم أدخل في السياسة ولن أدخل فيها. نعم. إلى أن ألقى الله. يجب عليك لأن السياسة قالت جزءا من المقولة السياسة من ساسة يسوس سوسة فهي كالسوسة تنخر في جسدها. تنهينا باختصار من فضلك سي
سيد مزدور، هل في وعلاش في رايك اليوم الدوله الجزائريه راهي تتجاهل هذه الارقام؟ باسكو شكارا كاينه او ديرنيغ نوفيل 6000 مليار دولار سنويا من القطاع الفلاحي، عفوا 78 ولا مليار من الفوسفور، وعلاش راهي تتجاهل؟ ممتاز. شوفي عندما بدانا نتحدث، شوفي انا نقول لك كلمه لنرجع قليلا الى اشهر قليله ماضيه إلى الحديث عن الفوسفات. أنا كنت أول من فجر قضية الفوسفات في 2017. نعم. بعدها مباشرة رأينا بأن سوناطراك ستمول استغلال مناجم الفوسفات. بوغتور ديدي. معليش معليش، والله غير يدو يستعملوا، غير يخدموها كما لازم الحال، ماشي يخدموها بطريقة يعني كما مازال تبعي صباحتية برك. الجانب الثاني حبيت البلاصي برك مازال الحال، اسمح لي سي مزدور. الجانب الثاني عندما نتكلم عن الفلاحة، أعطيتك بلدية واحدة أختي. نعم. إيه قاسي الطويل، قاسي أنا أعطيتك حاسي القارة وأعطيتك المنيعة، صح؟ قاسي الطويل. الأمريكان كانت عندهم قاعدة للاستثمار في البترول. زرعوا مساحة شاسعة جدا. كانوا يحصدون مرتين في السنة. تخيلي بلاد تحصد زوج مرات في السنة. ألا يمكن أن تكون بلداً مصدراً للقمح إلى العالم؟ على الأقل الشعير للذرة، اسألي أهل. بس أنا وعلاش الدولة اليوم راهي تتجاهل هذه الأشياء؟ لأن الذي يسير اقتصادك سياسي وليس اقتصادي. لا. عندما يكون الاقتصادي هو الذي يحمل الفكرة والخطة والاستراتيجية، عند ذلك سترين بلدا يتطور. عندنا مشكلة في البرنامج. عندما يكون السياسيين هم اللي يحكموا. نعم. عند ذلك سترين. عندنا مشكلة في البرنامج. الفو افونسي في الوقت، سمحوا لي، لكن احتجاج، لكن باختصار سيدة أرسل. البلدان اللي نجحت اقتصاديا بلدان ناجحة سياسيا، لأن السياسة هي كيفاش تنظم الأمور. سيدة سامية بالقاضي، عندك أسئلة بطبيعة الحال. ما نقدرش ما نعاودش نولي الفكره اللي كانت، لكن باختصار هم يحكيو السخانه اللي فيها سياسيه دخلت ثاني وشعلت كذا. المشكل انه الديباي لي باسيونو والوقت ينس مقبل، هو يقول نختصروا. لان انا نوافق السيده سليمه غزالي لما تقول انه الاقتصاد هو اللي يمر السياسه، يعني غير ممكن ان نفصلوا بين الاثنين. في كثير من الاحيان السياسه تمشي وين راه يمشي الاقتصاد. ما خلطت ما بين رايي الشخصي، لكن سؤالي ماشي هذا، انني لا انتمي لاحزاب سياسيه أو لا أمارس السياسة، وما بين السياسة هي تسيير المدينة سيد، مش بوليتيك بالمفهوم الجزائري. الاقتصاد شيء والسياسة شيء، يمشيان مع بعض. لا، لكن محرك السياسة، لكن عندما يكون السياسي سمعيني مليح، الأساس عندما يكون السياسي يشبه مهاتير محمد الذي لا يتحرج من أن يقول لقد أخذت جل أفكار النهضة الماليزية من رجل عظيم جزائري اسمه مالك بن نبي. ونحن ماذا فعلنا بمالك بن نبي؟ طيب اشدنا له، اشدنا له، لا قولي لي واشدنا له مالك بن نبي. ضربناها بقلة مات في شجار تاع جيران، ضربناها بقلة مات. سيد مسدور، ما نقدروش ما نستغلوش فرصة وجودك بلا ما نتحدثوا على الاقتصاد الإسلامي. هو مفهوم شاع كثير في المنطقة الإسلامية وحتى في الدول إلا تيكسبورتي، حتى في الدول الغربية اللي شافت فيه مصدر الاستفادة من أموال المسلمين الموجودين على في الدول الغربية. نعم. لكن هناك الكثير يشككوا من المفكرين الإسلاميين، يشككوا في هذا المفهوم وهذا المصطلح تاع الاقتصاد الإسلامي، لأنه في نهاية المطاف يقول لك ممكن جدا يكون تلاعب بالمفاهيم المرابحه ومانيش عارفه هذه المصطلحات كلها، لكن في نهايه الامر الفائده موجوده. معلش. بعض الاحيان حتى في البنوك الاسلاميه الموجوده في الجزائر نسبه الفائده تكون اكبر من نسبه الفائده الموجوده في البنك. صح. قبل ما نجاوبك اعطيني واحد اختصار سيدي. معليش اختي الله يرضى عليك، اعطيني واحد اختي سميه من هؤلاء الذين قالوا، سميه لي واحد. دوك يحطوا لك في المقال في ليكرون طارق رمضان مثلا، مفكر اسلامي. طارق رمضان انتقد الاقتصاد الاسلامي. طارق رمضان انتقل الممارسات. نعم. طارق رمضان انتقل الممارسات. طارق رمضان دينونس ليبوكريزي دو لا فينونس اسلاميك. طيب. En réalité, ils ne font que remplacer le langage financier classique par une terminologie spécifique. مش مشكل. هذا فرد، هذا ليس الإسلام. طارق رمضان ليس مفكر. الإسلام. مفكر يعتمد بين. اسمعيني الله يرضى عليك. تفضل. طارق رمضان ليس الإسلام. أكيد. أنا أكلمك عن الإسلام. تفضل. الإسلام حرم الربا، وحرم المعاملات الحرام ما بين الناس، وحرم أن يستغل الناس بعضهم بعضا. إذا وجدت بنوك إسلامية كما اللي راكي تهضري عليها تستغل الناس، هذا حرام. أنا نجي لك لهنا باش نقول لك لا لا، راه ملاح راهم هايلين نكملوا أبدا. تضيف المصطلحات الجديدة المرابحة. معليش معليش. هذا علم أختي الكريمة، فإذا أردت أن تتعلمي هذا العلم أدرسيه في مصادره وليس من طارق رمضان أو غيره. نعم. العلم هذا يقول
بانه في صيغه التمويل الاسلامي في صيغه التمويل الاسلامي يوجد عده صيغ. نعم. تمويل البيوع وتمويل المشاركات هي مطبقه اليوم في البنك. نعم مطبقه في الكثير من الدول ليس في الجزائر. في الجزائر بنكين اسلاميين معتمدين في الجزائر وليس ولم يعتمد تقنيات تمويلهما الا قبل يوم امس حين وافق مجلس النقد والقرض على ان تكون المنظومه التمويليه الاسلاميه جزء لا يتجزا من المنظومه التمويليه الجزائريه. نعم. فيها المرابحه في مجال البيوع. قال كاين التمويل الكلاسيكي مبني على الربا، التمويل الاسلامي مبني على قاعده الغنم بالغرم، على قاعده هامش الربح اختي الكريمه ماشي فائده، ما عندناش فائده في الاسلام، عندنا ربح. ربح. هامش الربح، قد يكون هامش الربح مساوي لسعر الفائده، اذا كان البنك المركزي قال لا مارج بينيفيسيير نتاعكم ان دو با ديباسي لو طو دانتيري، يفون ساليني افيك لو طو دانتيري، من المشكل وين؟ هل البنك الجزائر سيحرر اسعار الفائده ام انه سيفرض اسعار الفائده او اسعار الهوامش الربحيه؟ أنا أقول لك صيغة التمويل الإسلامي نظيفة. نعم. لا يجب أن تلطخ بممارساتنا نحن البشر. هذه الصيغ أصلها محمدي وما كان أصله محمدي. لا اسمعني خليني نكملك ياك أنت سألتي أختي. نعم. ما كان أصله محمدي يبقى طاهرا الذي يدنسه تصرفات البشر. نعم. فما يقال عن التمويل الإسلامي يقال عن الإسلام في العالم. الإسلام طاهر لكن الذين قدموا الإسلام لم يرتقوا إلى درجة طهارة. صحيح. الإسلام. طيب أعطيك صحة سي مزدور. نعطيك واحد الرقم من فضلك لو تعلق لي عليه. تعرف بأنه في وراء الرقم هذا عندي رقم يقول لك في الجزائر التلميذ يسقام 1.9 دولار والسجين يسقام 12 دولار. والله نقول لك بنينا أنا عندي مقال اسمه اقتصاد السجون. نعم. قلت أتعجب كيف أننا ننفق أموالا طائلة بيطون أرمي يعني السور لا يقل عن نصف متر وبحجم رهيب جدا 32 ما لا يقل عن 32 يونس. نعم. 32 سجن بنيناها. تمنيت أننا بنينا 32 جامعة، تمنيت أننا بنينا 32 مدرسة عالمية، تمنيت أننا بنينا 32 معهد لتعليم الحرف المعاصرة. الآن ما عندناش حرف تتعلق بالإنرجي سولار، لينرجي ايوليان، لينرجي الخارجه من باطن الارض، ما عندناش. نعم. عندنا 32 سجن، يخرج السجين درجه اولى يخرج بالدكتوراه في السجون. يعلموه الاجرام الذي لم تتخيله، وانتم ترون اليوم حقيقه. صح. ترون اليوم الجرائم التي لم نسمع بها طول حياتنا. في بلادنا اختطاف واحد في السبعينات، في نهايه السبعينات، كان كفيلا بان يتوقف الاختطاف، مره واحده. الخروبه خدمت توقف الامر. يعني تحكي على الاعدام، عقوبة الاعدام. نعم نعم. انت تدافع عن عقوبة الاعدام؟ انا ادافع عنها لان رب العزة قال وقوله الحق ولكم في القصاص حياة. نعم. يا اولي الالباب لعلكم تتقون. سيدة سلمى غزالي تتفقي مع عقوبة الاعدام؟ لا ماشي بنعم ولا. اولا قبل ما تبني المدارس وقبل ما تبني الجامعات تبني الانسان. باش تبني الانسان لازم تنظم المجتمع اللي يعيش فيه الانسان، وهذا فعل سياسي محض. انا ذاك المجتمع يتهاور ويتناقش. نعم. ويقول راني مع الاعدام ولا ضد الاعدام لما يشوف المنكر اللي يصرى خاصه في اختطاف الاطفال. نعم. ولكن احنا كمسؤولين كمواطنين مسؤولين على واش راه يصرى في بلادنا. من جهه عندك ضغط دولي يقول لك لازم تنحي الاعدام، نفس الدول اللي يدير الضغط باش يحي الاعدام يروح يشتكي له اللي طالب بالقصاص. تطبيق الاعدام يا ناس، السياسه هو انه نجلسوا مع بعض ونتحاوروا مع بعض كيفاش باش نصنعوا انسان، نبنيو انسان اللي يبني المدارس باش نقصوا من بنيان السجون ومن الاعدام. يعطيك الصحه السيده سليمه غزالي. السيد مزدور شكرا جزيلا لك على كل شيء، على صراحتك وعلى حماسك وعلى حماسك خاصه في الدفاع عن مبادئك الاقتصاديه. الله يرضى. يعطيك الصحه السيد مزدور. بارك الله فيك. شكرا. شو يعطيك الصحه. تقدر تكمل معنا الحصه في امكانك. الان حبينا نستقبلوا في الفقره الجديده سميه بالقاضي، حضره المواطن. اليوم وجبنا سميه بالقاضي سائق سياره اجره اللي راه معنا في مازال الحال باش نحكوا على لي تاكسيور. حنا نقولوا لك لي تاكسيور، دونك تاكسيور شحال يخدم وعلاش وكيفاش راهي المهنه هذه، واسكو راهو مجيني سورتو من لي زابليكاسيون هذوك اللي ولاو يديرونجيو فيه. دونك يلا يتفضل.
الاخر. تفضل مرحبا. انا تفضل تفضل هنا في الكرسي. مرحبا بك. لاباس. واش راك لاباس؟ صباح بخير. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. معايا السيد ابراهيم حسين سائق سياره اجره. تعرف بليك اليوم سائقين تاع سياره الاجره ما راهمش ملاح. اسكو تاكد هذا الشيء؟ ما اظنش ماهوش ملاح. لا لا باس. اقول باس. صح اليوم يقولوا باللي لي تاكسيور ما راهمش ملاح خاصه مع دخول 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 بعض التطبيقات كيما ياسير كيما تمتم كيما وصلني. فالوان كو مقبله كي كنت رايحه للجزائريه كنت راكبه في واحد الطاكسي بديت نقصر معاه وقال لي باللي ابارامون لي تاكسيور راح يدخلوا كاريمون في اون غريف كونتر هاد لي زابليكاسيون. اسكو تاكد ولا تنسى هذا السؤال انه اليوم لي تاكسيور قبل ما نشوفوا اسكو حديروا اون غريف مي اليوم اسكو المنافسه راهي مشتده بين هذه زابليكاسيون. لا لا بسم الله الرحمن الرحيم. اولا السلام عليكم. شكرا على الاستضافه. باش نوضح يعني في الحقيقه قبل ما نوصل لهذه العمليه انه الطاكسي منذ مده كان يعاني عده مشاكل. أه. تراكمت المشاكل وللان مازال ما لقيناش الحلول باش يعني نخلي سائق سياره الاجره يقوم بالمهنه المنوطه اليه. نعم. حيث اليوم نشوف سائق سياره الاجره ولا كقطاع تاع النقل بواسطه سياره الاجره مهمل مهمل. الشيء اللي خلى اليوم لا المواطن راضي ولا الدولة ولا الطاكسي نفسه راضي على الحال العملية. يعني لو نبدأ نفصل في الأمور ربما يطول المقام ولكن فقط ربما المشاكل اللي تعاني منهم يعني من بعض المشاكل. كل مشاكل أولا هذا القطاع راه مبعثر أولا قضية معالجة يعني القضايا الإدارية. القضايا الإدارية قضية مثلا الضرائب. الضرائب منذ 92 كان الناس تخلص. قبل 92 كل ثلاثي سائق الضرائب يمشي للروسيت تاع البلديه ولا تاع الخزينه العموميه يدفع الاتوات نتاعو. أه. 92 حبسوا هذه العمليه قال راح يدخلوا في كلكم في التصريح للريال يعني يدخلوا في العمليه الجديده العمليه لاخر انتم كتجار يحسبوهم كتجار انهم يديروا دي ديكلاراسيون يديروا دي ديكلاراسيون يعني وانت تشوف بانه ما لازمش يعتبروكم كتجار فوالا واش يعتبروكم اذا كيفاش الحساب اللي لازم يكون المفروض كحرفيين الحرفي كان عنده ميزه لانه صاحب الخدمات صاحب الخدمات هذا عنده حقوق وعنده له واجبات عليه واجبات عنده حقوق نعم. معناها راح يستفد من الضرائب مش مثل تاجر لانه راه يقدم خدمه عموميه خدمه نعم. للمواطن نعم. يشري السياره بامواله راح يستعملها لنقل المواطن معناه انه ما كانش تدعيم من الدوله وما كانش الاخر راح ينفيستي باش يقدم خدمه للمواطن نعم. يعني هنا راه يقوم بمقام القطاع العمومي لانه اليوم علاش كاين الضغط على سياره الاجره لانه غياب النقل العمومي بصفه كامله بصفه يعني متوفره المترو نقول مترو ما عندناش مترو عندنا التران لانه خط واحد لا يعتبر مترو. سيد ابراهيم ايت ابراهيم اليوم انتم خليني نهضر لك الهضره واش يقولوا الناس يقولوا اليوم الطاكسي اولا يحسب لي غالي وبالتالي وين يتوجه المواطن اما يروح للكلونديستان اما يرفد التليفون تاعو. نوصل لك قلت لك لا لا باش نروحوا ديريكتومون لهذ المواضيع. راح نمشيو بالعقل برك اذا تعطيني يعني فرصه باش ما تكونش باختصار لانه الوقت نعم نو باش تعطيني فرصه لانه اليوم يعني حبيت نوضح الامور هذه باش نكونوا يعني المواطن باش ربما تساؤلات المواطن مقبوله مقبوله اسئله مطروحه وانا نتقبلها لانه قلت لك مقبوله اليوم ولا واحد راضي على هذا العمل لماذا؟ لانه هناك تراكمات ولا واحد قادر يحلها ولا ما حب يحل هذه التراكمات وحنا عايشين اذا داخل هذه الدوامه لا ندري اين العمل اذا باش نحل هذه الدوامه يخلق لك امور اخرى لربما تعقد العمليه اكثر نعم. ما تحلها من بين هذه التعقيدات من بين هذه الحلول اللي جات اليوم يسمح لهذه التطبيقات نعم التطبيقات انها تقوم كانها تقوم مقام العمل سياره الاجره وانا اليوم نقول لك صراحه هذا ربما يؤدي بنا الى فوضى يؤدي بنا الى نزع الكرامه من المواطن الجزائري اي يعقل ابنه رجل ولا زوجه رجل ان ينقلها شخص لا يملك
لا تأمين على على هذاك الروح. لا عندهم تأمين. لا عندهم تأمين. ما عندوش تأمين على الفاي. عنده تأمين تاع باساجي، كاين تأمين تاع باساجي. ما عندوش على الباساجي، اسمح لي لابليكاسيون اون با نو اسمح لي. يروح يدي واش يدي؟ الشروط نتاعو. كاين متعاملين إيزون كري هاد لابليكاسيون يطلب منه يقول له جيب لي كارت غريز وفوتوكوبي بيرمي بلاس. هاي الكونترا. إي الكازيي جوديسيير مسيو. إين أسورونس دو فواتور برك، عنده إين أسورونس دو فواتور تاعو برك. عنده غير ما عندوش تاع لو باساجي كيما لو تاكسيور باسكو لو تاكسيور كاين شابيتر يخلص لاسورونس لاسورونس تاع لي باساجي بريميرمون دوزيامون هاد لو تاكسيور هذا اللي يدخل في لابليكاسيون لو كلانديستان قول اللي راهم يشرعنوا الكلانديستان راح يدي مواطن ماهوش معلوم عند الشرطه ماهوش معلوم عند الشرطه لانه التاكسي باش يكون في علمك باش تدي تاكسي تعمل ليه ملف 3000 فات 3000 فات المديرية النقل السيد في مديرية التجارة من فضلك سيد ومديرية الشرطة سيد يعني إبراهيم باش ننظموا باش ننظموا الحوار باش نروحوا الأسئلة اليوم هذا لما أنت تحكي لي على ياسير ولا تحكي لي موش دفاعا عليهم لكن اليوم الناس كلها تنتفع من هذا الكونسيبت لأنه هذا كونسيبت عالمي كما تشوفي في فرنسا ولا في الولايات المتحدة الأمريكية كاين يوبر لي سوق يدي دراهم اللي يستعمل يخلص قل فاليوم الكل الناس كلها لقات يعني غرضها في هذا الكونسيبت انا اليوم نعطي لك العكسيه اول هذا اللي تقول في العالم العالم كاين شروط محدده كاين معلومين كاين كذا هاد الناس هادو يقولوا لي اش راهم يخلصوا لي زامبو هل ترى انهم معلومين عند الدوله هاد الناس هادو اللي يتعاملوا معاهم هل معلومين عند الشرطه عند الدرك الوطني الى غير ذلك لانه اليوم قضية النقل بواسطة الرجالة ماهيش قضية برك وصلني والهير ولا حطني، قضية أمان، قضية شرف، قضية إخلاص هذا واضح هذا واضح هذا واضح ثقة صح معليش اليوم هو راه يقول يحدوا لهم تسعيرة هما اللي يحدوا تسعيرة لأنه هذا تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية في الحقيقة هي سرقة إلكترونية تجارة إلكترونية هو متعامل هذا هو اللي يحد يقول لك ندير لكم 50 دينار الكيلومتر 50 دينار الكيلومتر معناه تمشي من الجزائر شحال كيلومتر يحسب لك يقدر يطلعها لك 150 الف نعم روح حكم تاكسي برا يديك كورسه مثلا نقول كورسه وان كان غير قانوني صح يديك 100 الف معليش ثانيا في هذه النقطه في هذه النقطه التطبيق يديك وين تحب لكن اليوم التاكسي هو اللي يديك وين يحب لا لا انا 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 نرجع لك نرجع لك يعني انا كي نحكم تاكسي برا واش يقول لي يقول لي مانيش رايح من ولا انا مقبلا قلت لك علاش تكون حبينا نوضحوا الامور نعم تحديد مخطط النقل بواسطه الاجره اليوم العاصمه كانت العاصمه بكري الاخوه يعرفوا العاصمه نعم محدده توصل شرقه خلصت العاصمه توصل واسمه التسحاوله خلصت العاصمه اليوم العاصمه ممتده الان الاطراف وما دليل اليوم باش توصل لهنا يقول لك هل ترى انت كي تستعمل العداد من الجزائر الى هنا شحال يخدم العداد يدير 45000 معناه راح يولي فارغ نعم شحال يقضي من العاصمه الى هنا شحال يدير شحال راكم ديروا انتوا يدير ربما ربع سوايع الي روتور يا هل ترى كي يدير 45000 في ربع سوايع يخرج سوية. فيها ها يخرج فيها يخرج اسكو يخرج فيها نو يعني هذا هو السؤال انا ما انا مشيت ما عنديش تاكسي انت اللي تقول لي اسكو يخرج فيها انتم الان نعطيك 45000 في ربع سوايع بالسياره تاعك البنزين طالع 4000 فرنك ولا بياس يشري السياره ما عنده حتى اعانه ما دورش كون قوينا ما تجاوز الاسم الاخر خليني نمشي بالعقل فالساعة ساعه ننفعل لا سمح لي ما تعطيني شويه منهجيه شوف المنهجيه نحترموها دوك انا كيما انا اسئلتي راهي قصيره اجوبه قصيره باش نروح ما نمشيش مشي الاخر خليني نمشي انا نوضح لك الامور كيما راهي موجوده في العقل لو كان لو كان طولوا بزاف سيد سمح لي اكاديمي نقول لك تو فا بيان وعندهم الحق اسمعني اسمعني انا ندير روحي واسمعني سي ايتبراهيم خاطرش ما باش ما ناكلوش حق الناس كاين نهايه ثانيه لازم نديروا معاه حوار يا اخي انت عطيت لي الاخر قول لي على المعده حبسني نحبس لا لا ما تحبش قاعد معنا لا 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 ماشي باش نحبسك انا نطرح لك اسئله مباشره نحتاج اجوبه مباشره باش نقدرش نقنعك ولا نقنع ماشي انت لا احنا تعرف بعض القضايا احنا عندنا فضول ولكن المواطن راني مع امام مواطنين لازم يعرفوا عرفوا لماذا التاكسي ما يديكش وين تحب وعلاش التاكسي اليوم راهو ربما الناس تنفر منه لانه اليوم فاقد الشيء لا يعطيه ناس عندما التاكسي نوفر له حقوق نتاعو الاطار القانوني ندرس التسعيره نتاعو دراسه علميه تما التسعيره لازم يزيدوا لها
هكذا ما نزيد لها راح يهرب لي المواطن راح تقتلني. كيفاش الحل؟ يعني ما نزيدو التسعيره واش ندير؟ كيفاش نديرو؟ ما هو الحل؟ ايه الحل؟ انا قلت لك الحل وشنو؟ نعطيك الحل. إيه؟ الحل حنا ما قلناش لانه كل ما تزيد لي التسعيره كل ما تهرب لي المواطن روح الجهات الاخرى. التسعيره تقعد هي انتم تخسروا قال ليسونس ولا بياس دو ريشونس كيفاش نديرو؟ لازم انا لازم لي اعانه غير مباشره من الدوله. نعم. انا مثلا اذا زاد البنزين على المواطن ما يزيدش على الطاكسي. اذا شريت سياره ما نشريهاش تتكي كونتري تيفياتي تي كونتري مع المواطن. نعم. تشريها تحوس بها نشريها باش نستعملها للصالح العام. نخرج نشريها اور تاكس. انتما انت واش راك تقول؟ يعني المواطن ما يخسرش انتوما ما تخسروش الدوله اللي تخسر في الدعم. علاش الدوله تخسر؟ الدوله ماهيش تخسر. باسكو تقدم لها خدمه الدوله. باسكو اسمح لي الدوله. لا باسكو اذا الطاكسي اذا الطاكسي اسمح لي الطاكسي اذا ما يخلصش خليني نطرح لك سؤال معليش تحب نقلبوا الادوار نقلبوا الادوار ماشي مشكل لكن انا نقول لك لما الدعم يرفع مثلا على الطاكسيون ما يخلصش ليسونس كيما المواطن ديجا هذا راح يكون فيه اجحاف للمواطن راح يكون اجحاف لخزينه الدوله بكل بساطه لانه اليوم انت لازم تكون كيما كاع المواطنين تخلص كيما ودير تجارتك اذا ماكش خارج فيها ما تخدمهاش بكل بساطه حرر الاسعار المواطن ومن بعدك هو اللي يخسر فيها اذا حرسها دوك المشكل شكون اللي يخسر في الحكايه سي بزاف الدوله الدعم تاع باش نعاون المواطن قلت الدوله ما تخسرش انا تحسب لي الخساره لا تسمى شكون اللي لازم يخسر في هذه الحكايه كاع لازم الدوله اللي تخسر يا سيدي يا سيدي انا قلت لكم ولا شو بريستاسيون دي سيرفيس صاحب خدمات صاحب الخدمات هذو عنده عليه واجبات يقوم باستجابه لنقل المواطن هيدا في ظروف جيده وفي نفس الوقت الدولة لازم تصر على إعانة هذا الآخر. علاش مثلا نعطيك على متعامل آخر تاع الدولة مثلا نقول إيتوزا علاش مدعمة من طرف الدولة عنده لاسونس تاع الخدامين لاباي تاع الخدامين تكولي الدولة دير لا سيفونسيو تشري لو كار دائما وعلاش هذا وعلاش أنا كنت تحبس لي كروسة نروح نطلب علاش كنت تحبس لي كروسة أنا واحد ما يعاونني يعني مش شكون يغطيني انا نخدم الخساره اليوم انا نخدم الخساره تخدم الخساره سي غراف باسكو اليوم كان ميتي اللي كابا ومهدد بالمهدد بالانقراض بالانقراض هل ترى انتم راضين باش ينقرض الطاكسي في لا مش على بها نحبوا اليوم التحضر نحبوا اليوم يعني المدنيه هل من مصلحه الجزائر انه ينقرض الطاكسي لا مش ماشي لانه شحال كاين طاكسيور في الجزائر في الجزائر كامل ولا في العاصمه الجزائر كامل الجزائر كامل دونك نقدر نقول لك حتى حوالي 180 الف كي نقولوا 180 الف يعني 180 الف عائله راح ينقطع رزقها فبالتالي مش مليح انه اليوم نلحقوا باش يقطعوا باسكو هذا حق دستوري خليني نسمع راي سي فارس مزدور باش يعطينا رايه باختصار وسماح شكون اللي لازم يخسر في الحكايه؟ واولا لا نقبل ان يكون اي خاسر في المعادله ولكن لا باس ان تكون الدوله هي الداعمه لهذا المشروع، انا اوافقه حين يتكلم عن الاعفاءات الجبائيه وشبه الجبائيه مع تخفيضات وليس اعفاءات كامله. وهذا يعني عوض ان يدفع هو مثلا الضريبه على الدخل الاجمالي بنسبه معينه تكون في النصف طيب. فتساعده على ان يبقى دائما يقدم خدماته ويخفض من سعره ويصبح منافسا للجماعه هؤلاء الذين يستخدمون طيب. التطبيقات على برك يونس بالنسبه للتطبيقات فقط لابد ان تقنن مثل ما يقنن عمل السيارات الاجره لابد لهؤلاء الناس ان يقننوا حتى لا يكون الامر فوضويا في بلادنا عانينا من الفوضى الالكترونيه وانتم تعلم التسويق الشبكي وما فعل مع ابنائنا في الجامعه وفي الاوساط المختلفه لا نريد للتطبيقات الالكترونيه طيب. ان تحطم تنظيما حقيقيا وما يلزمش واش رايك في هذا الكلام سي حسين بصراحه هو كدكتور في 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 علم الاقتصاد راهو داري بالعمليه راهو ربما تفهم الوضعيه تفهم الوضعيه حنا ماناش نقولوا لازم يديرونا في برج العالي المهم نوفر لي الشروط الماديه والمعنويه والقانونيه باش نخدم الاطار القانوني باش المهنه تاع سائق سياره الاجره يخدم في ظروف حسنه ظروف حسنه وفي نفس الوقت ما يخدمش الخساره يكون يخدم الخساره انت راح تخسرني صح صح قبل ما نخسر انا العائله تاعي يونس برك انا سؤال واحد باختصار هذا هي بدله الطاكسيور اللي كانت عندنا في التسعينات الثمانينات نعم. واليوم تخلي عن كل عن نعم. اشياء كثيره هذيك يعني كانت تعطي قيمه كبيره اليوم لانه ماهوش ما كانش اراده ما كانش مدى غياب اراده لتحسين الوضع ككامل يتغافلوا عن بعض الجزئيات هذه اللي تكلم عليها نعم. اليوم ممكن يعمل تفتخر بالصبيغه تاع الطوموبيل قال عوض ديروا الصفراء ديروا الحمراء تكون امبورتاج ديروا تاع الصفراء انا حبست لك يدوها له انا حبست انا وقت ضد المشروع نتاع لابياج يا اخي تكلم عن السيارات ضيعتهم مساكن والله صح معليش البابور جاب الصبيغه الحمراء وضاعت المارشي كان واجد انا مشيت في واحد الحصه ورالي واحد البورتريه تاع الطاكسيور في اسبانيا كلهم هكذاك بنفس الكولور هذاك بنفس الكولور السود واتيك يعني كما قال لا لا كما قالت الكاتبه لا لا السود
ساعه ساعه انا نعلق انا الاسود يليق بك يا يليق بك ها بيكي 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 ماشي بيكا لا لا ما بيكا دوك حنا بيزار هو لا يقصدك ولا يقصدك حنا دورونا العمليه اذا سيدي وراني البورتال تاع في اسبانيا قلت روح لاسبانيا قول لهم هاد الطاكسيات كيفاش كانوا كل هكذا كيفاش كانوا كل بالبيكوستيم روح قرا قانون الطاكسي في اسبانيا وقرا قانون في الطاكسي في الجزائر نعم اقرا التدعيمات يروح للبنكة هنا الدول المجاورة ما راحش لاسبانيا ربما عالم بالنسبة لنا خيالي نعم نروح للدول اللي معانا قدامنا المغرب المغاربية نعم كل خمس يمشي للبنكة يدي الكريدي ويروح يشري سيارة جديدة كريدي في البنك الوطني انا ما عنديش قانون كل المواطنين عنده فيش دو بير يروح يدي كريدي انا ما عنديش قانون يعني المهنه تاعكم يتموت بكل بساطه نو اسمح لي مشيت انا ما نخليهاش تموت لانه اليوم يا سيدي سي با فاسيل تقول انا راح نبدل اليوم المهنه انا عندي 30 سنه عامل طاكسي وين نروح الله يبارك وين نروح تكلمني على شاب ربما اليوم جا استثمر ربما غدوا ينحي يروح يولي كلانديستان ولا يولي بيتزيرا سي حسين اسمح لي كاين نوري لك التطبيقات بصح باش ما نطولوش في هذا الموضوع تفضل رامي يمدوا عروض عمل للسائقين الاجره باش يخدموا معاهم انا كلموني انا كلموني عيطوا لك عيطوا لي قالوا لي دخلوا معنا طرحت له سؤال قلت له صح سيدي انت نتصور اني ندخل معاك نمشي انا وكلانديسان مع بعض معناه راني نأيد الفكره اول اصلا انا ضد باش تخلي كلانديسان يدخل ينقل مواطن تولي ترجعوا انت شرعي ثانيا كيفاش نقول لي شارج اللي عندي انا ما يسعاهمش هو انا نخلص لي زابو انا نخلص لك لا كاسلوس انا ندير كونترول تكنيك مرتين في العام انا نشري لاباط فارماسي كونترولي دائما عند لابوليس انا نشري لك سنتر نشارج دو فوا في العام انا عندي الدوان نشريها يعني لا مجال للمقارنه لازم ما عنديش كيفاش نخدم دوك ما هي هو كي يروح ب 40000 يخرج انا كي يروح ب 100000 ما نخرجش سي حسين اسكو سي فري نتفاهم كلامك ونتفاهم خاصة نضالك من أجل أنه هذه المهنة اليوم تبقى خاصة أنها توكل أكثر من 180 ألف عائلة أنا سؤالي أسئلتي الأخيرة اللي حبيت نطرحها لك هذا ما كان يعني أنا حبيت تطول معايا والله غادي نفصل عليك والله ما دابينا والله يا سي حسين غير ما دابينا صدقني بربي غير وصلت لهنا اليوم أنا فرحت والله ما دابينا شو البلاطو هكذا قلت ربما باش علاش ماشي باش نهضر من أجل الهضرة على بالي على بالي لأنه الناس اتهمونا الناس حقرونا الناس تعداوا علينا لو قلت لها كما قال الاخ الناس اللي كان خوت النار اللي كان الناس هربت من الجزائر حنا كنا نقطعوا المسافات ونقطعوا لي فو براج ونديو الصحفيين ونديو لا بوليس وما خليناش البلاد راه قلب شحال من طاكسيير توفي او استشهد اليوم جينا بعد الاستقلال الثاني هكذا جينا طمعنا مسح الديون ما كانش يعني في شراء سيارات عن طريق البنوك الوطنيه جبنا بنك اجنبي مره خرجنا حوالي 1500 سياره الحمد لله فرحنا لي طاكسيور مالغري لو طو دانكيري غالي 10% مالغري دي كونديسيون تري فيرم نعم هكذاك الطاكسي قبلها راح يشري باش يطلع شويه النيفو يدي مواطن في السياره ما يتقولوش طبعني ما يقولوش طبعني في الطريق ولكن اليوم للاسف الشديد كل الامور دارت حولنا ضدنا خلقوا البدائل نعم. كاين تراموي كاين المترو كاين كلانديستا كاين الكيران الكيران تاني مساكنا مغبونين مازالوا كانوا يتكلموا على الاخر كانوا مغبونين الناقلين هذاك موضوع اخر خلينا موضوع اخر اليوم يجي يزيدك لابليكاسيون راهم اليوم في الايروبور راهم في لاكاروتير راهم في ساحه الشهداء وين تكون؟ طاكسي شوفوا استاسيون قدامه 5 6 انت تريح تشمس وهو يجي يرفد يروح ولهذا شوف يا سياده يا ساده اذا حبينا نديروا دوله قانون القانون يبدا يكون من جزئيات بسيطه جدا نطلع درجات نعم. اما اليوم تجيب لي قانون غير الفوق انت ما تخلش لي زامبو نحل الكروسه ولا سيزيلك الدار ولا كذا هذا ما تاديش الى بناء دوله ولا خلق مجتمع يتحمل مسؤوليته في الصعاب مليح سي حسين تفهموا جدا كلامك تقولوا بصح اليوم بما انه تاكسي نزيدوا له لي شارج اللي راهو يتعب عليهم في السياره تاعو شحال المعدل الدخل تاع تاكسيور اليوم؟ شكرا يا حبيبي توك نوريك باش نولي صافي دوك نحكوا على المشاكل بكل شفافيه امام المدخول لازم والله يصدقني بربي ماهوش ما قضيت ما كانش يعني معدل بسيط هكذا نقول مثلا دخل 1500 2000 دينار في النهار فايده ولا فايده ولا شنو فايده يدخل لا روسيت يروح يدير لها ليسونس اذا ارزقوا ربي بكاش بروسي تاع بوليسي ستاسيون مونتير ولا كذا الاخر يولي يسلف ولا تحط له كروسا بار في السمانه يروح يسلف باش يخدم كروسا صدقني بربي شوف في اغلب الاحيان اللي يخدم 8 سوايع يقدر يطيح 300000 هذا يعني اقصى درجه اقصى درجه 300000 300000
300,000 يروح في النهار يدير 100,000 ليسونس، لانه اغلب الطاكسي راهم مشوا بليسونس ولا دوك نروحوا سيرغاز. هذاك سينا ستنطر ستنطر قصه واحده اخرى قصه واحده اخرى، ما يلزمش ماشي موضوع اللقاء اليوم. ولكن يقول 300,000، شوف نحي الاتاوات نتاعو اللي شارجو كل دي شارج هذا، ممكن تبقى له 100,000. 100,000 هذه يدور في السمانه، يعيطوا للميكانيسا يقولوا جيب لي الاخر تما، جيب لي السياره تاعك راني نحتاج، واش طميت تجيبهم لي، واش جيبهم لي. يعني هذا يعني ملخص الاخر. والله العظيم اغلب لي طاكسيور راهم يسلفوا باش يعيشوا، والله يطيح له الطبيب راهو مرض، كاين اللي مرض بالسكري، كاين اللي مرض بلاتروس، كاين ما كاش وين ستاسيوني ميم با حاشاكم، يروح يعني يحتاج روحه ويمشي، ما كاش وين ستاسيوني، ستاسيونمون انتردي، خلق محطه جديده وخلي حركه، وخلي لي شارج تاع السياره اللي كش ما تصرا يبان ولا هذاك مشكل كبير. اليوم الناس اللي راهم عنده اللي كي حالي، انا الحمد لله كي حالي والله العظيم غير ندموا باش قضوا حياتهم فيها، ما كانوش يتصوروا باللي يوصلوا لهذه المرحله، ولكن ما يقدرش، ما كاش الرجوع للوراء، ما كاش الرجوع للوراء. سيد حسين عيد ابراهيم، اعطي لي كلمه اخيره في دقيقه لو سمحت. رغم كل هذا، نعم، مادام الجزائر واقفه احنا واقفين هكذا، رغم هذا سنثبت للعالم اننا اون اكزيست اون الجيري اون ريست توجور لو موين دو ترانسبور بريفيري بور لي الجيريان. الحمد لله نبقى وسيله مفضله للجزائريين، ونبقى دائما نقاوموا رغم الخساره رغم التعب ورغم الصعاب. والسلام عليكم. يعطيك الصحه. بارك الله فيك. ابراهيم حسين، بارك الله فيك. شكرا على صراحتك. اسمحوا لي على ربما الانفعال. لا لا، الانفعال تاعك هذا لازم، ونتمنى لك التوفيق وخاصة الزملاء تاعك. بارك الله فيك. ان شاء الله. السلام عليكم. يعطيك الصحة، بسلامة، تحياتنا. السلام عليكم. جينجل ونرجعوا في مازال الحال. اليوم درنا لاكرونيك حضرة المواطن، اليوم سنكون في حضرة الجمال بطبيعة الحال نهاد مراكريا اللي طولنا عليك باش لحقنا عليك، مي بون كما نقولوا الأحسن. استمتعت بالاستماع لدى كرام، وخاصة التاكسي اللي حقيقة أنا شخصيا عندي دائما حير في الاختيار بين تاكسي ولا تاع تطبيقات دونك ان شاء الله يكون كاين حل. ودوك جا دورك باش نسمعوك ونشوفوا اسكو تعجبهم ولا لا. يلا نهاد مراكريا معنا في مازال الحال. اليوم في مازال الحال عندنا ميس الجيري 2018. وي، ملكة جمال الجزائر سنة 2018، المسابقة الرسمية. المسابقة الرسمية هذه تري امبورطونت باش تاكديها، خاطرش دوكا كاين بزاف مسابقات، ميس كادا ميس كادا ميس كادا، مي انتي ميس الجيري 2018 الرسميه. الرسميه هي كثره المسابقات في الجزائر حاجه عاديه جدا بالنسبه للدول الاخرى، لان هناك عده مسابقات. يمكن في الفلبين كاين اكثر من 100 مسابقه، بالك في كل اسبوع كاين مسابقه دوليه. عندهم بزاف الزين، عندهم بزاف الزين، وهما ماشي غير الزين، هما بالك يقروا في هاد الحاجة باش تروح دير كاستينغ، لازم تحضر لها سنة أو سنتين. هناك تربص، يختاروا أكثر من 50 ملكة في كل مسابقة، ومن بعد حتى الملكة اللي يختاروها تروح تشارك في مسابقة دولية وتمثل بلادها. في الجزائر ما لحقناش لهذا المستوى. في الجزائر كاين وكاين، كاين مسابقات اللي يرسلوا. هي الفرق بين ملكة جمال الجزائر والمسابقات الأخرى، لقب تاعي أنا شخصيا ملكة جمال الجزائر، لكن الألقاب الأخرى ممثلة الجزائر في مسابقة دولية. وكاين مسابقات اللي هي ملكة جمال هذيك الحاجة، ملكة جمال هذيك الحاجة، دايموند، ميس عرب وولد، فهذو كلها كل واحد تخصص تاعه، كل واحد عنده معايير اللي يختار عليها. ممتاز ممتاز. الواحد كيفاش يختص. صح، الناس ربما شافتك لكن ما تعرفش شكون هي نهاد ماركريا. هذا هو ماركريا. ماركريا شكون هي نهاد؟ نهاد ماركريا عارضة أزياء محترفة منذ 2012، طالبة جامعية تخصص حقوق، درست من قبل تخصص أدب إنجليزي، وفي نفس الوقت ندرس تجارة دولية في مدرسة خاصة. نعم. و فوالا هذه هي، وعندي عدة ألقاب دولية ولقب
لقب عالمي عندي. وراح تشاركي في ميس موند في الايام المقبله ان شاء الله. في الايام المقبله راح نكون اول جزائريه منذ 2002 اللي تمثل الجزائر في ملكه جمال العالم المسابقه. يعني منذ 16 سنه. منذ 16 سنه. لاول مره الجزائر منذ 16 سنه تشارك في ميس موند. انت كيفاش دخلتي لعالم الازياء؟ قلتي لي كيفاش دخلتي زهر؟ هي دخلت شويه زهر باسكو دخلت مع جمعيه ثقافيه وين كانوا منظمين حفل وكان خصهم عارضه ازياء. جربت كان عن شافوني بلي عندي لي كريتير ولا ديما كان عندي 16 سنه. ومن بعد درت مسابقه دوليه لاختيار افضل عارض ازياء في الجزائر. نعم. وانا كنت في التوب 8 هذه في 2013 وبعدها درت مسابقات اخرى حصلت على القاب بصح شفت باللي اي لقب كسبته ما كانش لقب رسمي ولا درت به حاجه ولا كان عندي صوت ولا ساده باش اثر فيه على المراه ولا على لي جان تاعنا هنا في المجتمع تاعنا ولا في الخارج. اليوم نهاد في عمرها 23 سنه. 22 سنه. 22 عزيت لك عام ان شاء الله تقعدي دائما في 22 مي باسكو لي 20 باسكو انا خلاص لي 20 طارو مي بون 23 22 سنه اسمحي لي ومن ولايه وهران. من ولايه وهران. وهران صح شكون شكون هما الناس اللي ربما شجعوك وخلاوك باش ديري هذا المجال سواء تاع الازياء ولا تشاركي في ميس الجيري؟ هي باش دخلت عروض الازياء وهذا المجال باش نكون عارضه ازياء اولا كانت ماما هي اللي بون انا كنت نبغي هذه الحاجه من صغر بصح ماما هي اللي شجعتني وكانت حتى نجي للعاصمه باش ندير نشارك في عروض الازياء وين هي تجي ومصاريفي الخاصه باش نشارك في هذه عروض الازياء اللي كنت ندير هذه الحاجه كانت شغف و حاجه نبغيها ماشي فايده. كي كنت صغيره شويه 16 سنه كي تشوفي روحك في المرايا اسكو تقولي انا قادر نكون ميس الجيري؟ ما كنتش انا هدف تاعي ما كانش حلم تاع الصغر باش ندير ملكه جمال الجزائر. كنت نقول يمكن كاش نهار لاني كي دخلت عروض الازياء شفت ان ملكه الجمال كي تجي تحضر ايفينمون تاع اللي انا راني ندير فيه ديفيلي ولا دير ديفيلي معنا تكون هي نجمه العرض هي تكون هي اللي يكون عليها الاضواء. بغيت نكون في بلاصتها تمنيت لو كان نكون يعني. هي في 2013 وين كان ريم عماري ملكة جمال عودة ملكة جمال الجزائر 2013 ريم عماري تمنيت لو كان انا نكون في بلاصتها واش راح نمد ماشي كعارضة ازياء لان عارضة ازياء ما عندها لا صوت لا والو تلبس تسكت تخرج ديفيلي وخلاص. ملكة جمال الجزائر لا عندها تخرج في لي بلاطو تهدر عندها مسؤولية جوستومون جو في روبوندير سور سا ملكة الجمال اوجوردي باسكو الجمال اون لوي ميم سي دي كانون دو بوتي يتبدلوا بلي زيبوك يتبدلوا بلي لي زوندروا اي تو دونك لا فام روند سيتي الكانون دو بوتي يا كيلكو تون لا فام اللي تشبه البيبي سيتي الكانون دو بوتي او موين اج دونك هادو يتبدلوا باغ كونتخ اوجوردي نسبية حالة نسبية فوالا اكزاكتومون اوجوردي ملكة الجمال جو دير الجزائر ou là partout dans le monde, où je vois le rôle taha finalement. Ça fait être mada, ça fait être jamal faqat entre guillemets, ou là ça fait être thaqafat, ça fait être chab, c'est quoi? Il y a à la sab le moussabaqa li dirouha, ni kain moussabaqa li, مقبل ما يختاروا الملكة يعطوها رسالة تقدمها قضية دافع عليها. شنو هي رسالة للأسف في الجزائر نحن نهضرها بكل صراحة نشوفوا ملكات الجمال في المهرجانات في الصور في البلاطو انستغرام انستغرام يديروا دي سيونس فوتو وتحبس التم دوليا شوفوا ملكات الجمال كل وحده عندها قضيه تدافع عليها. انا قبل ما ندخل ملكه جمال الجزائر حضرت لها منذ 2013 وانا نجهز لها دخلت المجال التطوعي وقضيتي اختارتها تكون قضيه انسانيه يعني ما قدرش نختار فقط قبيله كنا كانت تحكي على حقوق المراه السيده غزالي في الكاستينغ كنت طرحت هذا الموضوع قلت لهم ندافع عن حقوق المراه ومن بعد كي دخلت مجال تاع التطوع ما قدرتش نختار قضيه واحده باسكو في الجزائر هناك عده مشاكل عده قضايا لازم ندافع عليها فانا قضيتي كانت قضيه انسانيه وين نروح مع جمعيات وحتى انا ننظم حاجات اللي تكون على الاقل عندها صوت ويشوفها المواطن. جوسكو جور دوجوردي اسمح لي اون ديرنيير كيستيون جوسكو جور دوجوردي بالك سافي با لونتون بلي توجتي جو ديغ اسكو عندك اون فوي دو روت كي تمشي عليها ولا سي جوست هكا اون فا فير نضيف نروح انا لواحد لهذه الجمعيات ولا هذه الجمعيه مشهوره سي كوا لا فوي دو روت فينالمون. هي ملكه جمال الجزائر ديجا مقبل عندها دي كوتش
كوتش دو كومينيكاسيون كوتش حتى لي على اللبسه وعلى وكاين كوتش اللي يدير لي رومارك على كل حاجه على اي حاجه نديرها انا كان عندي برنامج مع ملكه جمال الجزائر مع المنظمين وكان عندي برنامج اللي انا درته قبل تتويجي اللي هو اذا توجت ولا ما توجت راح ندير هذاك البرنامج لان راح يكون عليا اضواء نعم. حتى تكوني في النهائي نعم. راح يكون عندك اضواء نعم طيب اسمح لي اذا تزوجت ولا اذا تتوج اسمحوا لي برك شفت انا سيفرز بزوك وترافد على العمل التطوعي واحد اللافت على العمل التطوعي القطاع الثالث في الجزائر الذي يجب ان يكون قطاعا قويا لانه القطاع الثالث في الولايات المتحده الامريكيه يدر عليهم عوائد تصل الى حدود 774 مليار دولار تطور 447 مليار دولار سنويا سنه 2000 هذا حولوه الى جامعات خيريه الى مستشفيات خيريه أمل نعم. ان شبابنا يفهمون هذا لانه تطور ثقافه كبيره في امريكا نعم. الهادي بن حملاوي نعم احنا نتكلموا عن ملكه جمال الجزائر احنا نعرفوا بلي انه ملكه جمال في اي بلد في العالم هو مشروع انساني يعني حتى ولو كان طريق نحو الشهره الا انه الهدف تاعو انساني يبقى في تاسيس جمعيه خيريه او دعم جمعيه خيريه لكن في الجزائر نشوفوا انه يا اما ينتهي بطريقه تجاريه وين تكون ملكه جمال تقدم اشهار قهوه او متعامل هاتف نقال او تستعمل اغراض اخرى كيفاش راك تشوفي انت يا ملكه جمال الجزائر في المستقبل واش العمل راح يقدموها لك كاين اشارط عندك واش هم واش طلبوا منك في هذا لاشارط هي ملكات الجمال كاين نوعين كاين ملكه جمال ميس بوند ملكه جمال العالم وكاين ملكه جمال الكون كاين اللي تقدم لبلادها تمثل بلادها في ملكه جمال العالم واللي هي الرساله اللي يتمشوا بها بيوتي وذ بيربس يعني جمال بهدف وهي اي وحده تروح من كل بلد تمثل ان بروجي كاريتاتيف اللي طرحه تما وتكون ولا تكون دارته في بلادها وبه تقدر تديها تدي اللقب ولا تدي وصيفه ملكه جمال الكون اللي هي اللي نشوفوهم في لي سبوت بيبليسيتير ملكه جمال الكون تخصص تاعهم غير لي فوتو لي ديفيلي دو مود ماشي كيف كيف هما هذا هو الفرق بين ملكه جمال العالم وملكه جمال الكون انا شخصيا راني رايحه لملكه جمال العالم نعم لي لازم نطرح قضيه انسانيه ولا ما بديش تقوليها لنا القضيه هذه ما نقدرش نقولها هي راح نعطيك الفكره صغيره هي راح تكون ماشي جمعيه خيريه هي مجموعه من ملكات الجمال راح نقولها حصريا واحد ما الان واحد ما عرفها حتى يمكن في المجموعه تاع ملكه جمال العالم ماشي ملكه جمال الجزائر وماشي كاع على بالهم بها نعم هي تكوين اول مجموعه اللي تقوم بالعمل التطوعي هذه المجموعه تتكون من ملكات الجمال فقط باش نحطوا ملكات الجمال باش يدخلوا لهذا المجال وباش يديروا هذا العمل التطوعي ويشاركوا في الحملات الخيريه وفوالا سؤال ثاني ما تحشموش تقدروا تصفقوا ها يعني هما ملكه الجمال الجزائر ماشي حاجه سؤال ثاني نهاد فقط وقتاش يسحب منك التاج وتحت اي ظرف هي اذا مرض يسحب مني اللقب اذا مرض مرض خطير وين ما نقدرش نكمل العام تاعي والمسار تاعي وين لو كان ندير حاجه ما تشرفش الجزائر ولا المراه الجزائريه لان انا مانيش نمثل روحي انا نهاد راني نمثل كل نساء الجزائريات حتى يتبعوني في لي ريزو سوسيو واش ندير كيفاش نلبس كيفاش نتعامل مع الناس غلطه صغيره يمكن نعم. يروح اللقب يعطوه للوصيفه نعم سامية بالقاضي ممكن ما عنديش سؤال واحد برك نهاد هذا النوع من المسابقات عاده ما تكون يكونوا ناس موراهم المترشحات هادو سي برسك اون اندستري كاين ناس موراهم اللي يصنعوهم يخلقوهم في الجزائر ما عندناش هذا النوع من الاندستري تاع الانترتينمنت تاع الترفيه وتاع المسابقات ما عندناش هذه التقاليد في حالك في الحاله اللي راكي فيها انت وين وصلتي للمسابقه العالميه كاين موراك مؤسسه ناس اللي يتبعوك ويهتموا بكل ما يلزم باش تلحقي المسابقه هذه انا اصلا انضميت لها شاركت في عدة مرات في 2015 2017 حتى 2018 اللي كنت في النهائي اني شفت الاحترافية اللي كانوا يقدموها اللي قدموها في 2013 2014 شفت باللي يتبعوهم حتى ملكات الجمال اللي كانوا في 2013 2014 هذا العام مازالهم معنا ومازالهم ولاو دي كوتش ويسويبونا ويشوفوك كاع واش ديري في هذا العام تاعك وحتى انا
عينوني ملكة جمال الجزائر عضو في هذه المنظمة اللي أنا نكون مسؤولة على البنات اللي نرسلهم المسابقات الدولية العام الجاي. نهاد، هل قادرة تفوزي في ميس موند؟ قادرة نفوز. هي الحاجة اللي ما صرحناش بها من أسبوع فقط اللي رطاونا لي كونترا وعطاونا الأوكي تاع ميس موند. دونك راح نجهز روحي في 10 أيام فقط. ديجا راني في نجهز في روحي. أنا كنت عملت على لو بروجي كاريتاتيف قبل ما يعطونا الأوكي، خدمت عليه ودروك قادرة في أسبوع. هذا تحدي صعيب بزافني في أسبوع نوجد روحي ولا في 10 أيام، لكن إن شاء الله أنا واثقة من قدراتي واثقة من لي زالجيريان باسكو أنا واثقة دي فوت. حتى أنا واثقين إن شاء الله فيها. لأنه آمل أن تهتمي بالأطفال المصابين بالسرطان في بلادنا الذين يعانون معاناة رهيبة، وأن يكون لهم مستشفى خاص يعني بهم على المستوى الوطني على المستوى المحلي إن شاء الله. أنا أصلاً انضميت بعد تتويجي لجمعية لإعانة بالأطفال المصابين بالسرطان نهيشة فيهم، وين عندي كل أسبوع عادةً نروح مرتين في الأسبوع زيارة ليهم، وحتى ولينا ديزامي هكا، وهي في وهران مستشفى بوهران. نتمنى يكون عندي في الجزائر والعاصمة والولايات الأخرى إن شاء الله. كل مبادرات هذه مليحة. سؤال أخير، وشنو هي النصيحة اللي تقدري تمديها للناس بما فيهم أنا باش نولوا شابين؟ هي باش تولي شباب ما لازمش زعما تلبس غاية ولا اللي فيه يديروا مكياج، ولا أنت زعما كل يوم تستيكي روحك وتشوف روحك في المرايا. لازم تزين روحك من الداخل، لازم تزين عقلك، لازم روحك تنقيها باش باسكو الجمال الداخلي هو اللي يعكس على الصورة الخارجية. لا لا ما تفقدوش الامل كيما انا. دونك جوسكو انا قلتي ما تلبسوش مليح، برك انا لو نوماد هو اللي يلبس الحصه ولبسوا لي هذا الكوستيم هذا، دونك حاجه شابه. وي الله يبارك. ها ايوا فوالا، دونك حاجه شابه. اعطيك صحه نهاد مراكريه. وجدنا لك ان كويز، نشوفوا انت باسم الحب واش قادره ديري. نديرو كويز؟ يلا جينجل. كون بارازار نهاد هي لابسه سلسله، واش مكتوب فيها؟ حب. مكتوب فيها حب، وراح نديرو كويز باسم الحب. صح بون نورمالمون كي ما ديرولناش هذه الموسيقى باسم الحب، ديرونا تاع جلطي ولا مش عارف وحده اللي تشبه لها. بون نهاد يعطيك الصحه، راح نبدلوها باسم الحب. نهاد اسكو تحبسي القرايه؟ لا، هي انا ندمت ديجا كي حبست من التخصص تاعي في الادب الانجليزي ورحت درت حقوق. بصح نحب قرايتي و امبوسيبل. مثلا تعرفي واحد ويقول لك بون لازم تحبسي؟ لا، باسم الحب ما تحبسيش. كاش دونك كي نعطيك الاسئله ايماجيني توجور واحد اللي باسم الحب. بابيلون. مليحه. باسم الحب اسكو تتزوجي بلا رضايه والديك؟ نو نو، راني نحب والدي قبل. عاد شابه شابه مليحه. اسكو باسم الحب تتزوجي بواحد ما عندوش؟ وي. بيان. اسكو باسم الحب بدلي بلاد؟ نو، نحب بلادي ونتمنى نقعد فيها. برافو. باسم الحب اسكو زعما مثلا عجوزتك هي اللي تسمي ولادك؟ وي وي. باسم الحب ضربه صفا صحه. بعيد الشر عليك. ها باسم الحب تكوني مع واحد عنيف معاك يضربك صارف كاين بزاف، اسكو باسم الحب تخبي عليه وما تفتحيه؟ نو نفتحه والو. صح. باسم الحب راكي مع واحد زوجك مثلا يدير جريمه، تبيعيه ولا ما تبيعيه؟ بيعه. ما كانش الحب كاين ضمير. On peut pas vous demander ما نقدروش نسقسيوك على زوجك. Même في لو دغوا vous avez fait droit. اسكو باسم الحب نهاد؟ نو ماشي جريمة. جماعة الخير نقاش غير مع نهاد، اون سون فو رايكم ما يهمناش. اسكو باسم الحب راجلك يقول لك نتزوج عليك تقولي له ايه ولا لا؟ لا يعطيني سبب. يعطيني سبب. تقبلي انه يتزوج عليك؟ بسبه العذر اللي بالك يقنعني. يقنعك واش عليه؟ الا قنعني اوكي. واش عليه؟ نهاد باسم الحب تورثي وتعطي له كلش؟ نو. يقول لك نتعاونوا شويه. الحب حب ودراهمي دراهمي. هذه عجبتني سي فارس مزدر على بالي.
دراهم دراهم. عجبتني تاع التعدد هذاك. مانيش ضد التعدد لازم يكون كاين سبب. وي. باسم الحب تكتشفي زوجك مثلا بانه يخونك، لكن باسم الحب تسمحي له ولا ما تسمحيلوش؟ ما نسمحش. ما تسمحيلوش. مهما تحبيه كاع وكلش لكن ما تسمحيلوش. هذه نقطة إيجابية. في رأيي وباسم الحب سؤال أخير، يقول لك اللي راح تزوجي به مثلا نتزوجوا ونديروا عشاء برك باسكو ما كاش دراهم، اسكو باسم الحب تقبلي ولا لا؟ وي نقبل. أنا ندير لهم العشاء من عندي. غير يتزوجوا برك. ستيفان المسدود جاب لي ربي عندنا عرض زواج على المباشر. والله غادي ندير لهم هذا العرس. غير يتزوجوا يهنونا. شكون بحالك سي مسدود؟ ميس ألجيري كومام. يعطيك صحة نهاد، بارك الله فيك، نديرك التوفيق في ميس موند، إن شاء الله تولينا بالتاج العالمي وعلاش لا، ونتمناو لك التوفيق مش فقط في المسابقة هذه، نتمناو لك التوفيق في مسارك المهني، في مسارك الدراسي، في مسارك السياسي ربما في يوم ما. سياسي محال، أنا بعد ما درست حقوق غيرت رأيي على السياسة ونتمنى نبعد عليها. هاي السيدة سليمة غزالي، لأن كل شيء مرتبط مع بعضها. لا تعلمي من الاستاذ. انا خايفه العدوى تاع السياسه تنتقل لي من الكرسي. انت يعطيك الصحه نهاد اللي جيتي معنا. احنا عندنا في الحصه تاعنا كاريكاتوريست اسمه عبد الغني بن حارزه اللي بعث لنا توجور لي كاريكاتور، دونك رسمك ودار لك كاريكاتور، دونك تحيه كبيره عبد الغني بن حارزه. دونك نعطي لك لا كاريكاتور هاي ليك فوالا. ثاني لي زانفيتي تاعنا ما نساوش عطاو لنا دي كاريكاتور سيده سليمة غزالي بيان سور، كيفاش ما قدوش نرسموا لا غوند سليمة غزالي، دونك هاي ليك سليمة غزالي نعطي لك كاريكاتور. دونك شكرا. هذه ديريكت اللي جات من باتنا، وانت سيد فارس بزدور الله غالب ما قدرش يرسمك، ما بلاش وعلاش باسكو الاقتصاد بدون سياسه كاريكاتور. دونك قال لي خاف من سي فارس بزدور، دونك فوالا ها سي فارس بزدور. دونك خليني نقدمها لك ما تشقيش روحك. دونك فوالا عبد الغني بن حارزه يعطيك الصحه، دونك تحيه ليه لانه هو اللي رسم وخذا وقت انا فقط طبعناهم. يعطيك الصحه سامية بالقاضي، يعطيك الصحه الهادي بن حمله، يعطيك الصحه تين هنان اللي جاتنا بعد انقطاع منذ الموسم الاول. الهادي بن حمله بالتوفيق في لا ريداكسيون. شكرا. راك جايبها؟ لاباس لاباس على بالي. سامية بالقاضي اليوم ان شاء الله اليوم اكسبسيونال ما كنتي معنا، لا فوا باسي حنشوفوك في لا ريجي. انا ما بقى لي الا فقط نعاود نحيي لو نوماد اللي لبسوا برنامج مازال الحال، هذا الكوستيم كرافاطه وهذا القمجه مع هذا لو نوماد. ماذا بيا الناس نحيي الناس اللي راهي تشوفنا من الخارج من لندن من نيويورك، كان بزاف اللي بعثوا لنا ميساج يشوفونا بزاف من الخارج، دونك تحيه كبيره لهم. ما عنديش لابيتود اني ندير دي ديديكاس، مي ديديكاس لمحمد امير مختاري وبو زكريا محمد نزيم اللي دار اليوم 17 سنه، تحيه كبيره لأمين سعادة وليكم بيان سور. نتلاقاو الأسبوع المقبل إن شاء الله في مازال الحال، عدد آخر مع مواضيع أخرى. مع السلامة. سلام.